اوكي، فكيف الطريقه انه تخلي الباب ميد يعطيك نوتيفيكيشنز؟ بتساوي لوج ان، انا مساوي موقع على الاورك اي دي، فهذا الاورك اي دي يعني فيكم تروحوا على orchid.org تساوي اكونت. فانيويز في بعدين بتساوي لوج ان يوزنج اوركيد، يعني هي شغله بسيطه ما بدي حدا ما بدي اعلمكم اياها. فبتساوي لوج ان هون ساين ان لحتى شو تفوت على باب ميد ويصير عندك اكونت. هذا الاكونت بيكون ايميلك محطوط عليه، وبتختار الاوبشن انه شو كيب ماي سيرشنج كيب نوتيفيكيشن اليرت، بيصير دائما هو اوتوماتيكلي اي بيبر بتنزل عن الكيوردز تبعك نزلت جديد غير اول مره انت بحثت. يعني مثلا انت اول مره بحثت كان في 5 نتائج، بعد بشهر نزلت نتيجه سادسه او بحث سادس، بيروح مباشره بيعطيك نوتيفيكيشن على الايميل. هذا شيء جدا مفيد. لماذا؟ لانه انتم لما تبلشوا بحث، ممكن تبلشوا هلا انتم بسنه مثلا ثالثه اغلبكم او رابعه، راح تبلشوا البحث بالسنه هي الرابعه، بس امتى بدها تنشر؟ بعد سنتين ثلاثه يمكن. ف whatever نكتبهم مثلا منينجايتس. طيب هلا ما هنقعد نفصل، المهم انه فهمتوا الفكره من الشرح المره الماضيه. فبتروحوا على بالادفانسد سيرش، بتروحوا هون على whatever، بتختاروا هذا السيرش مثلا اللي اخترتوه انتم معي. معك تمام. فبتروحوا هون شوفوا شلون في خيارات اد كويري انه ترفعوا هذا السيرش اللي استعملناه مثلا المره الماضيه، او بتقولوا ديليت او كرييت اليرت. بتساوي كرييت اليرت، بتسمي اسم السيرش تبعك مثلا منينجايتس 1 2 3 ان جوردن، سيرش تيرمز بتختار يعني شو الكي ووردز هي كلها، الكويري هي التكست اللي كنا نحطه بنسوي له كوبي بيست هون. تمام. بعدين شو بنعمل؟ بنقول له would you like to email update of new search result، بيقول لك yes. بعدين شو frequency مثلا بنقول له daily، وشو بدك يبعث لك الايميل، السمري ولا الابستراكت ولا لينك whatever، يعني صراحه ما بتفرق كثير، المهم انه حتعرف انه شيء وصلك، لانه السمري شوي بتفرق عن الابستراكت يعني اسلوب التفصيل كميه. وهون مثلا send at most، يعني اذا موضوع كتير بتنزل عليه ابحاث اكيد ما بدك ينبعث لك مليون ايميل باليوم، ممكن تحط مثلا 5. وهون في check box send even when there are not new results. طبعا انا بحالتي ما كنت عامل هيك، خلينا نروح على حسابي بلال الدروبي داشبورد. فنفس الشيء هاي، شوفوا شلون انا هذا الداشبورد تبعي، هي السيرشز اللي استعملتها سابقا، وهي شو السيرش اللي انا كنت حاطط عليه اليرت، فهو كان اوتوماتيكلي يعني ما بيبعث لي كل يوم، هو كل يوم بيبحث واذا طلعت نتيجه بيبعث لي. فانا هذا الشيء حاطه من 3 4 شهور، من شهر يمكن 12 اكثر. ايه ف البارحه فجاه سبحان الله نزلت، يعني قبل اسبوع وشوي نزلت بيبر جديده بالاردن فعلى باب ميد يعني، وبعث لي اليرت. فهون بيقول لك هي الكيوردز، هي اليرت، هون ديلي بيساوي سيرش، بس طبعا انا كنت قايم التشيك بوكس تبع send even when there aren't new results، لانه ليش بدي اياه يبعث لي ايميل اذا ما في new results؟ فهمته؟ فهيك ما بيبعث لي الا لو نزل شيء جديد. تمام، واضح لهون؟ بتوقع ما في اي داعي نحكي كثير، يعني الموضوع واضح. بتساوي اوكي وبصير شو؟ بيعطيك ابديتس. فلو مثلا انت بحثك طول بعد سنه سنتين نزل شغلات جديده حابب تضيفها اثناء الكتابه بعد ما جمعت الداتا وهيك، فيك تضيفها. حلو؟ تمام. طيب هلا يارا، حكيت انا معك من قبل وقلنا انه بدنا نحكي عن البيبر تبعك لو سمحتي، مزبوط؟ دكتور. طيب خليني انا هلا افتح ما بعرف شو افتح اول شيء، نفتح التنتين مع بعض. البيبر تبعك هلا انا يعني كل شيء هفتحه من شاشتي، بس انه شو ونفتح الفورم تبعك. فهذا الفورم اللي بعثتي لي اياه، discussion forum. و paper assignments meningitis 2001 كان هاي. لا ليس هذا ما نريده، هذا اللي عليه الهايلايتس تبعي، خلينا نبلش شوي شوي. طيب
في ريكورد وحكينا عن PubMed. ممتاز جميعا، لو سمحتوا ذكروني اذا سكرنا بعدين هلا بعد التسجيل، يعني هذا انه نبلش تسجيل مره ثانيه عشان ما يضيع مقطع مهم، لانه هي جلسه جدا 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 مهمه. كيف بدنا نسوي داونلود؟ طيب هلا تفضلي، انا فاتح الهيئه قدامنا الفورم تبعك اللي بعتي لي، احكي لنا عن البحث ب يعني للسامعين، لانه السامعين ما قروا البيبر، ف لي لون يعني شو يعني البحث هذا، كانك عم تقري الفورم على السريع، ولا شو رايك انا اعمل هيك؟ لا انا ببلش وي كان ندسكس ات عشان اختصار شديد، لانه بدنا نحكي عن البيبر نفسه يعني. بسم الله. هلا في انه اكتشفوا انه في حالات من انجايتس بالاردن الموجودة بالمستشفيات، بس انه المؤسسات الحكومية ما بتعرف عنها زي ال DCD، فthey wanted to investigate هاي هذا الاشي to determine whether this is actually the case and what they need to do in order to improve. طب يعني مشان ما يضيعوا الناس يعني نعطيهم هيك فكرة عامة أكثر، هذا بحث ليكو فاتحينه قدامنا لبني آدم، خلينا نسميه يعني هيك، هو مو أظن هو وحدة، لأنه كريمان اسم بنت كأنه، بس ما بعرف مو متأكد يعني شخص أو واحد أو وحدة، المهم هذا الشخص زين اسمه كريما كذا زين، فهذا عامل بحث revision of meningitis surveillance system in Jordan من 2001 و2014. فهي هي بس هيك نسوي براوزنج على السريع عشان الناس يشوفوا، هي كلها تشو أربع ورقات ليس إلا، هي الخامسة حتى زايدة. يعني بدي أقرأ الفورم تبعك للناس مشان لأنه يعني ما نبلش معهم هيك مباشرة، فالأوبجكتيفز تبعون بس دكتور أنا في شغلات في شغلات I didn't know how to paraphrase them. هذا اللي بدنا نحكي عنه اليوم. No, ما إنه I struggled شوي بهذا الحكي to be honest. No. أوكي. مو مستغرب. أنا يعني بعرف بالضبط شو اللي حيصير بالبيبر هاي. طيب فنقرأ الأبستراك. الأبستراك هي هاي الترخيص على السريع. بيقول لك من 2002 في عندهم المؤسسة الواتفر أمراض المعدية هون عنا بالأردن. يعني صاروا مهتمين بالموضوع، بدهم يشوفوا انه كانه في حالات يعني مننجايتس بس ما عم توصل للوزاره، هي الخلاصه، امراض معديه المفروض يصير لها ريبورتنج للوزاره، وزاره الصحه وكذا، الامراض المعديه عم يحكوا كانه في اندر ريبورتنج، كانه الحالات ما عم توصل للوزاره، فعلى اساس بدهم يدرسوا هن هذا الموضوع. ف يعني اب تو زيرو بيقول لك فروم سايتس ريبورتنج سايتس اب تو زيرو، يعني مو واضح اصلا شو هي معناها اب تو زيرو. المهم it is important بدهم يساوي study to measure the sensitivity of the system، يعني مو واضح صراحة معنى اللي هالحكي تبعون، بس كأنه المقصود انه كم حالات الوزارة الصحة او وزارة هي الامراض المعدية او كذا الجهة المسؤولة توصلها، ف sensitivity of the system وقديش منهم ما بيوصلوا. فعملوا انه اخذوا definition تبع WHO وزارة الصحة العالمية لحتى يعرفوا المننجايتس. طبعا صح ما سألتك يارا، درستوا انتو CNS ولا لسه؟ درسنا. ممتاز، اوكي، لانه كان هو من على وقتي كان بسنة ثالثة، فالحمد لله حنرتاح كتير. للي بس هيك يمكن في حدا معنا بسنة اولى ما بعرف، او يعني حدا ناسي هيك على السريع، مننجايتس التهاب السحايا، هي شو الليبتومننجيز، عندك البيا ماتر اراكنويد صح والديورا ماتر، البيا والاراكنويد القريبين على المخ لو صاروا انفكشن ساعتها بنسميه مننجايتس، لا عشان نكون دقيقين اكثر، مو انفكشن، لو صار لهم انفلاميشن مننجايتس، طبعا غالبا بيكون انفكشن وفي اسباب تانية. المهم هذا المننجايتس نحن ما حنحكي عن المرض هلا، نحن عم نحكي عن البحث، والبحث هذا جدا 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 مهم، هو اهم بحث من بين العشرة، لذلك حطيته اول واحد. فهذا بيعمل اعراض يعني التهاب، شو بده يعمل؟ حراره واللوكال سيمبتومز اللي هي الهدك والنوزيا فوميتنج، يعني فهدول اهم يعني سيمبتومز، الفيفر والفوميتنج والهيدك. على كل حال فبدهم يقيسوا هاي الشغله، بدهم يشوفوا عدد الحالات، فعم بيقولوا تو كالكوليت ذا سنسيتيفيتي اوف ذا سيرفيلانس سيستم. لهلا صراحه ما عرفوا لنا شو السيرفيلانس سيستم، بس يعني خلينا نكمل.
بيقول لك انه هنا جمعوا الكلينيكال ريكوردز من كل المننجايتس كيسز يلي اجوا على اربع مستشفيات رئيسيات بالبلد، اربع مستشفيات رئيسيات اختارون قالوا لهم كل الحالات اللي بتيجي عندكم بعثوا لنا اياهم، واضح لهون؟ فخلال الستدي بيريود هاي فقارنوا بين السنتين اللي هي 2001 و2014 مشان يشوفوا اذا في تغير بالعدد. هلا يارا هذا شوف شلون يعني. هلا انا بعرف انه انت يو ستراجلد وذ ذس بيبر لعده اسباب، بس اول سبب انه يعني في كوبي بيست من الابستراكت، فاكيد يعني استصعبتيها لذلك ما عرفتي شو تكتبي، مشان هيك اخذتي من الابستراكت مثل ما هن. مزبوط مزبوط. اوكي الشغله الثانيه هلا انه الريزلتس نفسها مو واضحين يعني. المهم يعني خلينا شوي كن نقرا البيبر مع بعض، طبعا هي انا حاقراها على السريع بس نفتح الفورم تبعك. المهم يعني هون بيحكي انه صراحه حكي يعني مو كتير اصلا واضح، بيقول لك 7% استوفت شروط ال WHO للدياجنوسيس. طبعا الشروط شو هي هون حاطينها باخر صفحه، مثل في ابندكس اخر صفحه ونص حاطين انه الشروط للدياجنوسيس انه في عندك ثلاث مستويات، confirmed وprobable وsuspected. confirmed إذا عنده مثلا، يمكن بلشت تملوا بس ركزوا هاي الشغلات مهمة هلأ حتعرفوا ليش. confirmed إذا confirmed by culture مثلا، case classification ليكو suspected وprobable وconfirmed. confirmed بيقول لك شو suspected or probable plus laboratory confirmation. شو هو suspected or probable case؟ يلي عنده الأعراض السريرية تبع المرض هذا، والبروبابل اللي هو غالبا بيكون شو سسبكتد يعني هذا يعني بيكون عنده الاعراض زائد بيكون الخزعه من الظهر، بتعرفوا اللمبر بانكشر بيسحبوا عينه السيبروسباينال فلويد، فانه تكون تربد تكون شوي شو يعني مضطربه with or without gram staining. هذا الشرط اللي حكوا عنه، اور انه يكون في ايبيديميك مع لينك. يعني حكي صراحه يعني عام كتير، وهذا يعني نادر انه يصير. يعني مين هذا اللي بده يعني نحن ما بنعرف انه كان في ايبيديميك بال2001 ولا 2014 غير الكوفيد، يعني هلا هذا جديد، اما غير هيك ما بنعرف انه كان في ايبيديميك. وكيف بدك تساوي كونفيرمينج للكيسز؟ فال يعني الكلاسيفيكيشن او الكرايتيريا ضعيفه. المهم بيقول لك انه الكونفيرمد كيس اللي هي نعتبرها ثابته هي شو سسبكتد او بروبابل مع ايفيدنس من اللابراتوري. المهم فهي خلينا نفتح اللي كتبتيه يا يارا. هون عم يحكي لنا عن يعني السنسيتيفيتي تبعه، مع انه الى الان صراحه مو واضح، يعني اللي بيقرا البيبر ما بيفهم معناها، وانا معك وبعرف انه هذا الشيء كان حيصير، وهلا حنحكي ليش. في سبب كتير قوي وحيبرر يعني it will make you feel good. فهلا conclusion بيحكي لك انه the majority of hospitals in this study do not report a significant number of cases. هذا من عندك، هذا مو كوبي صح من الابستراكت؟ بس هاي الكونكلوجن اللي وصلت لها انه لاحظت انه في ميجر جاب ما عدا انه وان هوسبيتال. اوكي تمام ثانيه واحده بس اوكي عم تحكي انه ما في كيسات كثيره من المرض هذا، هذا كونكلوجن جدا مهم وهلا حنجي له. المهم فبيقول لك انه شو النمبر اوف مننجايتس كيسز هاز ديكريز، هذا اهم كونكلوجن، هذا اهم كونكلوجن مع انه الريزلتس جلطونا يعني واصلا الريزلتس ما لهم علاقه بالكونكلوجن. تمام يعني هون بتحكي عن شغله عن مين مت ذا كرايتيريا ومين ديد نوت ميت ذا كرايتيريا، وفوق العمر كذا، نسبه السيرفيلانس سنسيتيفيتي كذا، ولهلا احنا ما بنعرف شو هذا السنسيتيفيتي تبع السيرفيلانس بالضبط شو معناته، مو واضح. المهم بس هي اهم تو كونكلوجنز، انه ما في كيسات كثار من المننجايتس، وانه العدد المرض هذا التهاب السحايا عم بيقل. طبعا بتعرفوا انه التهاب السحايا هذا اذا كان انفكشن ممكن يكون بكتيريال وممكن يكون فايرال، والغالبيه شو يا يارا بتعرفي بكتيريا ولا فيروسز؟ فيروسز بنسبه كم تقريبا؟
I think it was around 70 something percent. لا هي 83.7 sorry. بعدي شوي. هلا عموما عموما يعني 90% of meningitis is viral. هلا حنجي للاستدي هاي بس عموما عم بقول لك يعني من العلم ومن الكتب ومن الريسيرش. المهم هلا خلينا نحكي عن السترينكس بعدين حنجي هلا يعني ورجيكم نمشي بالبيبر ونقراها يعني قراءه نقديه. فالسترينكس تبع البيبر اللي كتبتهم يا رب عم تقول لكم انه this study included hospitals from public and private sectors. اربع مستشفيات. طبعا خلينا نروح للمقطع يلي بيحكي عن هي القصه. ليكو في عنا ثلاث مستشفيات، اربع مستشفيات البشير والمستشفى الاسلامي كانه وين كان بالضبط؟ في ليكو بشير ليكو البشير هوسبيتال والاسلاميك هوسبيتال ورحمه هوسبيتال. فهي هي اربعه يونيفرسيتي والبشير ورحمه والاسلاميه. تمام. فهون عم تقلنا يعني يارا انه هي سترينث للستدي وفعلا صح ممتاز انه يكون عندك سامبلز عم تجمعهم من اكثر من مستشفى لانه انت هيك عم تغطي اكبر قدر ممكن من الاردن اللي هي المفروض البلد اللي انت عم تدرسها. اما لو بتيجي بس بتجمع من اربد لحاله او من مستشفى مؤسس لحاله الناس اللي بيجوا على المؤسس يعني ناس مخصوصين عندهم تامين عندهم كذا يعني هي الشغلات يمكن ما بتتوفر بناس تانية فبصير عندك بايس بالسامبل فهذا شيء منيح. نكمل. طبعا انا لسه ما علقت. ثانيا الداتا انكلودد ماني ديستريكتس فهي هي هدول حقيقه مع بعض هي نقطه واحده لانه اكثر من مستشفى معناته اكثر من منطقه صح؟ yeah. اوكي فنفترض هي يعني 1 بوينت. انا مو حاطط الايديتنج انفو ايديتنج. طيب فالسترينث الثاني انه study made sure to include patients from all age groups يعني هي مو سترينث هي هذا السامبل تبعهم يعني يعني هذا الجول يعني مو انه عرفت يعني لما احكي انا بدي اعمل study فقط على البيدياتريكس او فقط على الادلت او بوث ايجز يعني هي مو سترينث حسب يعني الاوبجكتيف. ف اوكي صراحه ممكن تعتبري اذا بدك تحكي اوكي اذا بدنا to conclude about all meningitis خلينا نعتبره مو مشكله ما حنازع فيه. هلا الويكنسز هذا اللي بيهمنا. There was a form يعني ركزوا معي لو سمحتوا لانه هلا بدنا نشوف كل ويكنس وهل هي ويكنس حقيقيه ولا لا وهل فينا نزيد شيء ثاني. There was a form of meningitis surveillance that was only used in IRBD which leads to bias. هذا الكلام مو مفهوم شو كان قصدك بالضبط؟ لأنه هم حاكين إنه ال بإربد في إنه there was a way they would أنا هيك فهمتها إنه هم كانوا عم بيستعملوا a certain way إنه هم they were reporting بس إنه the method they were using was only used in إربد هو مش مستعمل بأي محافظة تانية كأنه الداتا بروسبكتيف من إربد فقط. ليكو A new form كأنه هو form يعني بتتعبى فيه الداتا يعني هيك كويستيونير مثل discussion form اللي أنا أعطيكم إياه مثلا was developed in the year 2000. This form allowed four categories of meningitis to be reported يلي هي شو المننجوكوكل يلي بتسببه بكتيريا نايسيريا meningitis فمننجوكوكل والهيموفيلس انفلونزا meningitis هذا يلي هي البكتيريا الثانية و other bacterial and viral يعني هو شو فورم بتنحكى فيه شو عن اربع اسباب النايسيريا والهيموفيلس واي نوع بكتيريا غير هدول التنتين والفيروسز فهدول الاربعه يعني تشيك ليست بشيء بيسوي تشيك على واحده من هدول الاربعه. حنرجع على فكره النقطه هي شغله حلوه قلتيها. This form is currently only used in IRBD but it is planned to have it distributed to all directories محافظات so that it becomes the main reporting form for meningitis cases. يعني صراحة يعني ما حكوا بعدين صح إنه تعمم ولا ما تعمم بس المهم لا ما حكوا فإنه يعني كأنه الداتا يعني كانت خلينا نقول نفترض إنه هي كانت أحسن من إربد بينما المحافظة الثانية بتكون الداتا أسوأ لأنه ما وزعوا عليهم الفورم هذا. طيب فهي ويكنس صح. الشغلة الثانية إنه laboratory tests need to be more advanced to give more accurate diagnosis. ليش؟ شو كان قصدك بالضبط؟
في نقطة they mentioned it إنه باللابز they can't identify the viruses that cause meningitis. إنه في ما عم بيعملوا لهم culture or something. بالضبط. شوف شلون هي العبارة. طبعا حنقراها هلا شوي بس نحن عم نمشي على النوتس تبعك بعدين انا هضيف اللي عندي. فعم بيقول لك شو الغالبيه كانوا من عمان واربد والزرقاء و analyzing to determine which laboratory test is mostly used. بيقول لك انه شو ال 91% من العينات اللي انسحبوا من المرضى اللي مشمولين نعمل لهم كلتشر. طبعا هي صراحه مشكله. الاساس انه كل حدا ينعمل له كلتشر. خلينا نمشي. ف 91% نعمل لهم كلتشر اللي هي زراعه شو اسمها هي السيريبرو سباينال فلويد. طيب و 41% نعمل لهم لاتكس تيستينج. هذا لاتكس اجلوتينيشن تيستينج بيشوفوا فيه انواع بكتيريا معينه. طيب وفقط 15% نعمل لهم جرام ستين وهذا صراحه رقم مو منيح. فصح كان في ليميتد تيستينج يعني ما كان كل حدا مشمول بالستدي نعمل له كل التست مثل ما قالوا لكم بس نسبة معينة نعمل له التست هذا نسبة هذا ونسبة هذا مو كل حدا نعمل له كل التست. فكان في ليميتيشن بالتستينج لأنه كثير من المستشفيات كوادرهم والتقنيات والمختبرات عندهم يعني متدنية المستوى. تمام يعني المؤسس هي أعلى شيء عندنا بس في كثير مستشفيات يعني يا دوب سي بي سي وحتى يعني عرفتوا كيف ما حتلاقوا والله الجرام ستينينج إنك تحط وتدور على البكتيريا تحت المجهر وتعمل لي الجلوتينيشن تستينج وهكذا. فهون الويكنس ستات اللي بتحكي عنها يارا انه physicians in Jordan are more likely to diagnose the majority of fever as meningitis to avoid error. يعني بيحاولوا شو انك تغلط انك تشخص meningitis بدال تغلط انك تغفل عنه. مزبوط؟ مزبوط دكتور. فهذا شو بنسميه بالستاتستكس؟ false positive. Like you're fabricating. لا 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 لا. أنتوا ما درست statistics صح لسه biostats؟ لا ما أخذنا. هلا يعني الأحكام إنك تحكمي على الشيء هي شغلة من شغلتين إما صح يعني الشيء نفسه إما يكون صح أو خطأ وحكمك عليه ممكن يكون صح أو خطأ. فلو هو الشغلة صح وأنت حكمتي عليها صح بيكون شو true positive. يعني لو إنسان عنده meningitis وأنا شخصته meningitis بنسميها true positive. لو هو ما عنده مننجايتس وانا قلت انه ما عنده بيكون شو ترو نيجاتيف. بس لو هو مثلا عنده حراره لانه مكورن وانا قلت عليه مننجايتس بيكون هي شو فولس بوزيتيف. بس هذا معناها يعني تشخيص خاطئ بالزياده. المهم طيب هلا يعني شكرا يارا نقاط حلوه اللي ذكرتيها بس خلينا نضيف عليهم شغلات مهمه. خليني افتح الفايل تبعي بعد اذنكم يعني هذا هو طيب خلينا نحكي نقطة نقطة. رقم واحد ركزي معي يا راها حنبلش هلا يعني to take it very seriously. رقم واحد انه طبعا هي نوتس تاريخية انه مطعوم الانفلونزا دخل 2001 ليست معلومة من البحث وانما معلومة introduction. المهم رقم واحد بالميثودولوجي اوكي في هدول اربع المستشفيات وبيقول لك انه شو الكيس ديفينيشن تبع الـ WHO. هلا من الاخر مو واضح الكرايتيريا اللي حاكين عنها مو واضحين كيف استعملوها. هي الليميتيشن الاول ما شرحوا بالتفصيل كيف استعملوا الكرايتيريا هي وعم يذكروا لنا انه في عنا عدد معين من الحالات. ذكروا هون مثلا بالسنه 2001 عندنا 566 كيس ما حكوا لنا مين منهم كان confirmed مين كان probable مين كان suspected صح ولا لا. نحن مو قلنا المرة الماضية انه في درجات من الشك او من الدياغنوسس. مزبوط. هون ما يعني هنا ما وضحوا العدد هذا شو يعني هل هدول 566 كلياتهم confirmed ولا بعضهم confirmed وبعضهم suspected ولا شو القصة. هل كلياتهم الكلتشر تبعهم الزراعه كانت بوزيتيف ولا بعضها يعني ما كان ابدا واضح ما كانوا موضحين لنا التفصيل النسب من كل دياجنوسيس. فهي الكرايتيريا ابدا ما كانت واضحه في عرضها. هي رقم واحد.
فأنا هون كاتب نوت this criteria is not made clear nor does the reference to declare the WHO criteria that he is talking about. هذا الرفرنس رقم 3 حنحكي عنه. بيقول لك شو هذا الرفرنس رقم 3 اللي هي تبع الكرايتيريا اللي استعملها. فهي الكرايتيريا رقم 3 الرفرنس رقم 3 نروح عليه. ال WHO 2015 World Health Organization Meningitis Fact Sheet. رحت عليها وما لقيت المعلومات هي. معي يا يارا؟ يعني هذا الزين حكي انه انا استعملت كرايتيريا كذا كذا اللي هي شو حاطه بالابندكس اخر صفحتين. رحنا على هذا ما فرجانا هاو هي يوزد ات بال كيف لما طلع الريزلت هو كاتبه ما ورجانا. يعني هي صراحه ما يعني انا نفسي اكتب على الشيت بس انتم تتبعوا معي يا جماعه. يعني انا حاعد على اصابعي لو بدنا نكتبه على الوورد بيطولوا كتير. فما ما قلنا كيف استعمل الرف يعني الكرايتيريا اصلا مو واضحه. ما ورجانا كيف استعملها ولما حطلنا عدد الكيسات من انجايتس ما قلنا كل واحد تابع لأي قسم suspected ولا confirmed ولا شو. فما ورجعنا كمان كل مريض أو عدد المرضى في أي نسبة سقطوا. ممكن نصهم confirmed والنص الثاني suspected مثلا. عرفتي كيف؟ باختصار هذا. هلا حنجي كمان لنقاط تانية. To determine what proportion of cases is compatible with viral definition حكى عن كذا كذا WHO. يعني خلينا نفشي عنا نفس المشكلة اللي حكينا عنها من قبل إنه الرفرنس يلي حكى عنه ما كان موجود فيه المعلومات يلي بيذكرها. هو قال أنا جايب المعلومات من المكان الفلاني WHO والمرجع ما فيه هذا الحكي اللي بيحكي. فهون شغلة تانية بيقول لك ليكو إنه نحن الأطفال يلي كان عندهم فيفر وإيرتابيليتي الأطفال اللي تحت عمر السنتين يلي كان عندهم أي انزعاج وبكاء وحرارة أو كان راسه منفوخ لأنه بتعرف الطفل بيكون شو عنده فونتانل هذا مو مسكر العظم صح يا يارا؟ بتروح بتضغطوا عليه هيك بخفس. فبيقول لك إنه الإنسان اللي كان عنده هذا شو ناتئ كنا نعتبره مننجايتس suspected خلص شاكين فيه هيك. Accompanied with CSF laboratory tests which unfortunately did not include لا glucose ولا protein and by reviewing the criteria it was acceptable to include يعني WC. حتى هذا الحكي كله مو واضح صراحة. يعني الإنجليزية سيئة ومو مفهوم العبارة. خلينا نجي للنقطة هاي. هاي كتير حاب أحكي عنها. هي حلوة. هلا صرنا ذاكرين ثلاث شغلات. بعدين for cases that were equal or greater than 2 years of age the case definition was يعني لحتى يشخصوا المننجاتس أو يعني يشملوا في الدراسة هي شو قالوا each case with fever ونكرجيديتي يعني هيك حاسة رقبته يابسة or headache will be considered as suspected or viral meningitis and if it is accompanied by white blood cells تحت ال 500 يلي هي من اللمبر بانكشر المفروض and neutrophil and predominance فوق ال 50% of lymphocytes لانه بتعرفوا لما تسحبوا العينه يا يارا مو في عندك النيوتروفيلز واللمفوسايتس والماكروفاجز والايوسين والبيسوفيلز. فهون عم بيقولوا لك انه نحن عرفناه انه probable case اذا كان عنده الوايت بلاد سيل تحت ال 500 ومن ال 500 من الرقم هذا نصهم فما فوق الليمفوسايتس. طيب لحتى شو لحتى نعتبره probable case of meningitis. هلا مو مهم اصلا مو مهم تفهموا الكرايتيريا. المهم انه عم يحكي عن ارقام معينه في الخزعه لحتى نعتبر التشخيص. حلو لهون. رقم 4 يا يارا معي. خلينا ننزل على رقم 4 هيك. يعني هيك على فكرة هيك يعني حبة حبة الواحد بياخدها. فخلينا نساوي كوبي عليكم. والله في لينك حتى كتر الله خير ما بنحتاج نساوي كوبي. نروح على جوجل مباشرة. فطلعي معي يا يارا هلأ لما نحط استني لما نعمل مرجع لما يعني هو عم يحط مرجع لشو المرجع هذا بده يكون هلأ رقم 4 الكريتيريا تاعت ال probable case of viral meningitis. أحسنتي الله ينور عليك. أنا بس بدي كلمتين واحد شو interaction مشان نعرف نحكي. اطلعي هاي PDF من صفحتين نقرأ عنوانه health and numbers basic biostatistical methods by Chapti ولي وجيمس وبوين. هذا هو نفسه الرفرنس اللي هلا رجعنا له. فحطوا ليكو Chapti وبوين health and numbers basic biostatistical methods تمام. فهذا شو
This book places biostatistics within the grasp of health professionals. بتعرفي شو هذا ولا لسه ما استوعبتي؟ كتاب biostatistics ما إله علاقة بال ايه شو هي بالضبط؟ هاي ريفيو يعني كيف هلا لو انا قريت كتاب رحت على اليوتيوب قلت لهم خلال 10 دقائق اول ريفيو البوك الفلاني احكي عنه؟ هاي بيبر صفحتين ريفيو دكتور دكاتره الستاتستكس قاعدين عم يمدحوا او عم يعلقوا على كتاب بايوستاتستكس انه يعني يعني نقاط قوته وضعفه بس ليش حاطينه هم بالرفرنس تاعهم هلا كم واحد فيها لسه في اوكي كانت 19 صارت 18 انا مو قلت لكم الجلسه هي مهمه هل اليوم حتعرفوا ليش حتعرفوا ليش حاطين انت لحالك بدي اياك تقولي لي او لا كلكم حتقولوا لي بس خلينا نسوي يعني سوي سيرش لكلمه لينفوسايت ما في شيء اسمه لينفوسايت اصلا بالبيبر هي ليكني عم بكتب سيرش ما في بايو سيجنيفيكانس سيجنيفيكانس بالارقام يعني ما بعرف عم نسوي سيرش للكي وورد لينفوس مو هون عم يحكوا كرايتيريا وعم بيقولوا لنا المرجع هو كذا كذا عم نروح للبيبر ما في يعني هذا كتاب ستاتستكس ما له علاقه بس عم يعلقوا انه هذا الكتاب منيح the strength of the book lies in its effective integration of biostatistical methods يعني عم يحكوا عن كتاب نشر وعم عم ينصحوا الطلاب فيه او whatever ما في اصلا شغل عن الليمفوسايت ولا عن المننجايتس دكتور يعني في فابريكيشن خلينا نكمل حكي مين اللي حكى انا محمد محمد بدور ولا عربي محمد العربي الله يرضى عليك حلو كلامك خلينا نكمل المتهم بريء حتى يثبت إدانته والحكي هذا هو يعني نكمل أنا ليش هي البيبر على فكرة عطيتها لأكثر من شخص لأربعة يمكن أو لثلاثة أما لنا لأنه نساوي لها ديسكشن كبيرة وكل حدا يكون انفولفد وإذا حدا تغيب الباقي يحضر والحمد لله يعني كان الشيء هذا مفيد راح يسكر عليه بعد دقيقة فكان هذا الشيء مفيد فعلا لأنه كتير ناس غابوا وما ضل غير يارا فلذلك البيبر هي extremely important وحتشوفوا ليش اليوم لسه في كتير حكي نحكيه يعني يارا قرأتها يعني مشكورة ولكن لسه في كتير شغلات كان ممكن حنلقطها إن شاء الله مع بعض حنقراها مع بعض نسكر ونفتح اللينك مباشرة مرتين إنه يعني خلص الوقت ماشي يلا اوكي نكمل معنا كلياتكم هي صاروا 9 فهي البيبر صراحة كتير يعني من الأهمية بمكان يعني أنا قلت لكم لما عملت لايف أول ما بلشنا الورشة ما تقرب حياتكم بيبر ترميه بالزبالة صراحة بعدل على كلامي المرة الماضية قلت لا خليني أحكيها بالأخير بس الفكرة شو ما قريت خلي عندك يعني أحياناً يعني هاي الشغلة يعني very useful للتيتشنج وليك الحمد لله فادتني أنا لو سمحتوا يلي مو مشارك غير يارا يسكر مايكو بشان تشويش ما يكون مو منتبه دكتور لو سمحت ممكن تحكي النوت اللي حكيتها بداية الإشي لأنه راحت عني بداية كنت تحكي إشي هسا لما دخلت ما حكيت شي مهم بس عم أقول إنه شو إنه دائما البيبرز خلوها معكم شو ما كانت بتفيدكم هاي البيبر أنا يعني فادتني كتير بالتدريس وحتشوفوا ليش خلينا نكمل فكم كم غلط صرنا ملاقيين هلأ الكرايتيريا مو واضحة وما استعملوا صح والرفرنس تبعه غلط وشو في رفرنسين غلط الرفرنس الأول هذا والثاني أربعة حطتك رفرنس رجعنا عليك طلع ماله أي علاقة بالموضوع طلع فقط شو ريفيو بيبر مجرد صفحتين مراجعة أو تعليق على كتاب نشر طيب فلهلا شو خلينا نكمل نجي للستدي ديزاين يا يارا البروسبكتيف كوهورت كيف بدي احكي شو الاسلوب المناسب انه احكي بدي اذن كلامي البروسبكتيف بتعرفوا البروسبكتيف صح البروسبكتيف يعني شرحناها شو في الدروس الماضيه بتمسك variable of exposure يعني مثلا قلنا الناس اجوا على الطوارئ شاكين انه عندهم سحايا ناس بالاخير بعد ما عملنا لهم الفحوصات ناس تشخصوا ناس ما تشخصوا مضى وقت وقارناهم مقارنه الجروب الاولى والثانيه بنسميها شو كوهورتس هلا
الستدي هي قارنت مين بمين؟ هي بس هي ما قارنت two groups, هي فعلياً بس عم تقارن surveillance systems. يعني ما عم تقارن patients بإنه whether they were exposed لشغلة أو لا. Yes, بالضبط. فما في أصلاً ما في exposure, ما في variable of exposure. ما في شيء هنا قالوا we will include patients and recruit them بناء على الشيء الفلاني. هون حسب ما فهمنا من الشرح للميثودولوجي تبعهم, مع انه شرح جدا مبهم, بس من اللي فهمناه انه هن عم يجمعوا الحالات يلي مرضوا فقط, وما في فاريبل اوف اكسبوجر لحتى يفرقوا بين شغلتين. يعني مثلا ما قالوا بدنا نقارن البكتيريا والفيروسز, ما قالوا بدنا نقارن ذكور واناث, ما قالوا بدنا نقارن البيدياتريكس ما قالوا ولا شيء. فهنا بس عم كل حدا مرض دخلوه بالستدي, فاي شو بنسميها؟ case control. لا cross sectional, اتوقع باقيك اللسان cross sectional case series. case series بس عددهم كبير. يعني بغض النظر نحن شو حكينا المره الماضيه عن تاريخ case series. يس مين اللي عم يحكي معي؟ اسيل الكيس سيريز بالعاده, صح, بالعاده بيكون عدد هيك صغير, هذا في العرف, لانه يعني هي العاده, ولكن كتعريف هي مجرد امراض. ولكن على كل حال ما حنختلف كثير, ما حنختلف, مو مشكله, ممكن يعني نسمي اكثر من شغله, ولكن هي ليست بروسبكتيف كوهورت. احنا متفقين اكسبوجر معين اون ذس ماتش, ممكن يعني تسميها اكثر من شغله, ولكن ديفينتلي اتس نوت بروسبكتيف. لا الديزاين هو بروسبكتيف ولا السنين بروسبكتيف. انت ما عم تحكي من 2001 الى 2014, انت شو عم تعمل؟ عم تاخذ داتا 2001, بعدين غبت 13 سنه, بعدين اجيت بداتا 2014. فهي ممكن تسميها ريبيتد كيس سيريز او ريبيتد كروس سكشنال ستدي. يعني انت بس اخذت داتتين بالسنتين هذول وبس. Yes. او يعني انت مجمع يعني فعلا الديزاين يعني ليس بالاسلوب هذا, فمو هيك, مو مزبوط. بعدين صراحه لا, هي هلا شوفوا خلينا نحط كل النقد يعني الاوبجكتيف نحطه قدام, بعدين ناخر السبجكتيف, تمام. فهلا في شغلتين بدي اياكم لو سمحتوا تذكروني فيهم, يعني اذا نسيت من هلا لحتى لنوصل لاخر بيبر, انه اجي للسبجكتيف. انا هذا لسه حنضلنا بالاوبجكتيف كريتيسيزم, ما حضيف اي شيء من رايي, فنضلنا بالاوبجكتيف رقم واحد. رقم اثنين, ذكروني بقصة الجوجل سكولر والنون سيلكتيفيتي, تمام؟ هي يعني مسؤولية عليكم, اكتبوا وجمكم على ورقة. سبجكتيف وجوجل سكولر سيلكتيفيتي, سبجكتيف سيلكتيفيتي. طيب نيجي للريزلت. فبيقول لك starting analyzing data received from all directories, يعني هنا لما جمعوا 2014 they starting releasing analyzing data. يعني حتى انجليزية يعني لحالة عم تصعب الفهم البيبر. فعم بيقول لك التوتال كيسز 566 ب 2001, يعني حتى العبارة سيئة, بس المهم هن أصدن انه شو, انه 566 ب 2001 و 2014 465, حلو لهون. فالعدد متقارب, يعني فرق 100 تقريبا بس. فمي 2001 560, خلينا نقيم الكسور مشان يعني 2001 560, 2014 460. خلينا نكمل بعدين نرجع. النمبر اوف مننجاتس 2001 كذا حاطين لنا الجدول, وطبعا هدول شو هون ستراتيفايد او ديفايدد باي الكوزز اللي حكوا عنهم هنيك. مو قلنا بالكوستينير في اربع شغلات, نايسيريا وهيموفيلس انفلونزا واذر بكتيريا وفيروسز. هلأ اطلع يا يارا معي لو سمحتي, بما أنك أخذتي سيناس المفروض شوي يعني يكون هذا سهل عليك, مع أنه بالنوتس أو اللي بعتي لي إياهن ما حكيتي عن الشيء هذا ولا بالارتيكل ديسكشن فورم. ركزوا معي كلياتكم. ب 2001 560 كيس, 470 منهم فيروسز. طبعا هنا الفيروسز بناء على شو؟ للطلاب سنة ثالثة ورابعة أو خصوصا رابعة, مو مثل ما نحن بنعرف بالكلينيكال دياغنوسيس انه بي سي ار كونفيرمد, لانه نفس قصه الكورونا بتنعمل للسيريبرو سباينال فلويد, بياخذوه بيساوي له بي سي ار بيشوفوا الفيروسز الانتيرو فيروس والسي ام في
وال اتش اس في 1 اتش اس في 2 بنعمل بي سي ار. هذا ما عم يحكوا هون، ما في كلمه البي سي ار ما ذكرت ابدا، صح ولا لا؟ هاي سي اس اف اناليسز بس، صح. ايه هي بناء على الكرايتيريا اللي يا يارا شو اللي هون تبع رقم 4 اللي هي 50% over 50% lymphocytes. ايه 500 تحت ال 500 وفوق ال 50 هي يلي زعم يعني يلي نسبوها الله اعلم لوين وما لقيناها اصلا. طيب واما طبعا من ناحيه كلينيكال ميديسن يعني حتى this is يعني bad criteria، يعني ما مو هيك الناس دائما بتعمل بي سي ار، ما عاد بتقلي والله رقم هيك ورقم هيك، يعني حتى هذا الرقم سيء. المهم ومثل ما قلنا يعني الرقم نفسه كان فضيحه، بوديك ل لبيبر لبوك ريفيو. المهم فالمهم انه حسب تعريفهم هن يلي اصطلحوا عليه كانوا الغالبيه منهم من 600 من الرقم هذا كانوا فيروسز، الباقيين يلي تقريبا ضل معنا 60 70 80 حوالي 80 كيس. طيب 80 كيس تقريبا 20 منهم من انجوكوكل و26 هيموفيلس انفلونزا و44% كانوا اذر بكتيريا. حلو تمام. هلا في تعليقين على الجدول هذا، انه في اذر بكتيريا. ثلاث تعليقات ايش نطلع على 2014. ايش مش منطقي نطلع على 2014 465 كيس، يعني فرق بسيط صراحه، 100 حنسامحهم فيها، ما هو في فاريشن يعني. طيب 460 تقريبا، يعني تقريبا نفس النسبه اكثر بشوي كانوا فاير، اي نفس النسبه الغالبيه الساحقه، يعني هون احنا 463 على 465 يعني كم 99.99% تقريبا 463 على 465 99.5%. حرام ظلمنا هون. حلو يا يارا معي؟ معك. فهلا في نسبة كل فيروسز إلا اثنتين من انجوكوكل. ما وقفتي أنت على الجدول هذا؟ إيش مش منطقي؟ بلا. طيب أحكي لي أنت بالدسكشن فورم هذا اللي بدنا نسمعه. يلا. حسيت إنه مثلاً أول إشي إنه other bacteria إنه زي إيش مثلاً، واستغربت صراحة إنه they went down to zero. خلينا نضرب مثال مبسط مشان يعني بالمثال يتضح المقام. كيف بدي أضرب مثال؟ إذا قلنا إنه بالتكنو من بين هال 30,000 تقريبا طالب الموجودين سنويا بيرسب 1000 طالب أو whatever 500 طالب، خلينا نقول 1000، نضل على الأرقام أضرب العشرة لأنه حلوين سهلين. فألف طالب بالسنة بيرسب دائما كل سنة بيرسب 1700 900 800 1200 1900، هيك. وبسنة واحدة رسبوا 2. حدا منكم يعني بيمشي هيك خلاص بيسمع الكلمة هي وبيمشي؟ لا في شيء مش في شيء غلط، تشخيص غلط، في شيء بتشخيص غلط يعني هي بدها تكون سنة الكورونا يلي كل حدا كان يمتحن أونلاين، وحتى وقتها اعتقد في ناس رسبوا. فالشغلة مو مهضومة. مثال آخر بالطوارئ، إذا قلنا أنه بالسنة بيجينا على مستشفى مؤسس 500 واحد عنده مايوكاردي انفاكشن، وقلنا أنه بالسنة الفلانية هاي ما إجا غير 3، يعني الناس بتقول بتصدق إذا إجا 300 إجا 200 إجا 700 بزيد بينقص. يعني بالأخير يعني ما بتحتاج تدرس statistics ليكون عندك الكومون سنس أنه في natural variation plus minus 100 200 وحتى 300. افترض انه في سنه الاردن كلها محظوظه قلت نسبه الجلطه بكذا او واتيفر، او فتحت مثلا مستشفى ثانيه وقل العدد اللي بيجي على مستشفانا، بس 2. فنفس الشيء هون، كيف فجاه التهاب السحايا بطل كل البكتيريا؟ يعني هون في كان 80 بكتيريا تقريبا، 20 زائد 20 هي 40 48 88 زائد 4 يعني فوق 90، وهون فقط كيستين. ففي عندنا ثلاث بوينتس، ثلاث تعليقات لنا. التعليق الاول انه الاوفر اول بكتيريا ريتس دروبت اكستريملي سيجنيفيكانتلي باي مور ذان قديش 95% ولا 90% من 90 الى 2، احسبوا الرقم ما بدي هلا اقعد وجع راسي. طيب فهي نمبر 1. نمبر 2
المننجوكوكال ريتس ديكريزد مع انه احنا ما عندنا فاكسين. يعني لو كان في عندنا مرض بعدين حطينا الفاكسين بننبسط لما تقل العدد، بس اصلا المننجوكوكال فاكسين لا ب 2001 كان في عندنا فاكسين ولا ب 2014 كان في فاكسين. هو موجود طبعا مخترع يعني، بس نحن ما بناخده، ما بالاردن مو داخل بالجدول. طيب طلاب سنه رابعه بيعرفوا الحكي. مين طالب سنه رابعه معنا هون يشهد لنا؟ خمسة بينفع؟ بينفع خمسة إذا ختم رابعة. فإيه ف يعني ما في... فهي مشكلة تانية. رقم واحد كل البكتيريا نزلوا extremely extremely significantly in a very weird way. رقم اثنين المننجوكوكاي نزلت بكمان أسلوب عجيب مع أنه ما في فاكسين، والهيموفيلس إنفلونزا اختفت تماما. صراحة بنسامح البني آدم لأنه بالألفين بعد 2001 دخل المطعوم. هون كلام حلو، مو حكينا قبل شوي إنه بالألفين وواحد أنا ليش عامل هايلايت على العبارة هاي؟ 2001 دخل المطعوم فهضمناها، ماشي كلام منطقي جدا وصح، المطعوم جدا فعال فإت إز إكسبكتد. بس كمان ليش الأذر بكتيريا اختفوا؟ الأذر بكتيريا اللي هي شو يا عباء؟ لا يا بدور يا عربي عربي صح؟ الموست كومن كوز للمننجايتس الستريب نيومو، مش هي النمبر 1 ليدنج كوز. فيعني بأي حق؟ طبعا طبعا في اذر بكتيريال كوزز، بس هون هاي النوت الثالثه اللي بدي احكيها. اذا قلنا النوت الاولى انه كل البكتيريا اختفوا، النوت الثانيه انه في بكتيريا اختفوا مع انه ما لهم فاكسين، لا يلي هي المننجوكوكال والأذر بكتيريا ومنها ستريبتوكوكس كله نزل مع أنه ما في فاكسين. طيب طبعا الغالية الساحقة من أذر بكتيريا راح تكون، أنا بقول لك راح تكون ستريبتوكوكس لأنه هي الموست كومون، هي الليدين. يعني ما في شغلات تانية نادرة، الكليبسيلا والتيوبركولوسس هي الشغلات قليلة، فحتكون ستريبتوكوكس. هلأ السؤال الثالث، المشكلة الثالثة هي بتطرح نفسها، ليش الأوثر ما حطلنا ما فصلنا ليش ما قلنا الأذر بكتيريا؟ يعني ليش حاططها هيك تحت أمبريلا واسعة اسمها أذر بكتيريا؟ ليش ما تورجينا؟ سؤال بده جواب. ما هو يارا يارا معي بالدسكشن، يعني هي اللي قالي بيبر. لأنه هم ما عملوش كولتشر، ما عملوش بي سي آر، ما عملوش صح، فكيف أصلاً هم بدهم يعرفوا؟ يعني مش بكون هدول من الكيسز اللي هم أصلاً ما عملوش فيرذر تيستينج علشان يعرفوها؟ هلا حاحكي انا، وخليني دافع اعتبر حالي الاوثر ودافع عن حالي، لانه مو قالوا لكم الفورم كان بيحكي عن اربع انواع فقط، الفور كاتيجوريز بهذا ليكل العباره ليك من نجوك الهيب اذر بكتيريا اند فايرال، ونعطى الفورم لاربد صح؟ هذا السبب. انا اعتبريني اوثر، انا عم دافع عن حالي عم لك هذا السبب، ولكن هذا السبب يعني عذر اقبح من الذنب. انت ليش عملت فورم تغفل فيه اهم بكتيريا؟ يعني هلا شوفي كمان مشان نكون منصفين، قبل يعني بزمان 2001 الهيموفيلس انفلونزا هي كانت الليدنج بروبابلي. طيب وبعده بلدان يعني مو بس الاردن، فلأنه أصلاً الأردن ما فيها ريسيرش. أنا عم بقلك من باقي الريسيرشات اللي بعرفها من باقي البلدان والبلدان اللي حوالينا وغيرها، معروف الهيموفلونزا كانت الليدنج إلى أن دخل الفاكسين، نزلت فبعدين شو فسحت المجال لغيرها، شدوا حيلون، والنايسيريا والستريب نمونيا والنايسيريا أخذوا الليد. بس مع ذلك مع ذلك وإن كانت الهيموفلس هي الليدنج من قبل، ولكن معروف أنه هدول التوب ثري، هيموفلس، نايسيريا، ستريبتوكوكس، الثلاثي المرح معروفين بالمننجايتس. فليش انت مع ذلك لما عملت الفورم ما دخلته من الاول ستريب نمونيا؟ فهذا ليس عذرا مقبولا. فهي ثلاث مشاكل من الجدول الواحد يلي شفناه. طيب انه العدد كلياته نزل بطريقه ماجيكال، الشغله الثانيه انه في بكتيريا نزلوا يلي هي ستريب والنايسيريا من دون فاكسين، والشغله الثالثه انه شو قلنا؟ انه انه عامل لي الامبريلا هاي اذر من دون سبب. يعني مو منطق انك تعمل، لازم تفصل البكتيريا، لانه اي حدا بيعرف شيء عن المننجاتس بيعرف انه لازم يحكي عن كل بكتيريا لحالها، او على الاقل ستريبتومونيا يا اخي.
فأنا هلكني حاطط هون بالهوامش magical drop of cases in 2014 impossible and absolutely unjustified. Also hidden data under the label other bacterial. Why hide the majority of his data؟ يعني نحن ما بنحكي عن أقلية لحتى تكون كيستينت اللي يلا بكتيريا مو مهمة. 44 أنت غالبية الداتا تبعك other bacterial، ليش ما تقلي نوعه؟ ف why hide the majority of his data instead of specifying the bacterial etiologies؟ سؤال صعب يراودني. طيب خلينا نكمل. كم شغلة صرنا ذاكرين هلأ يا جماعة؟ ذكرنا ثلاثة فوق سبعة، وهون النقطة الرابعة كانت أربعة وبلس ثلاثة صاروا سبعة، يعني سبعة أو ثمان نقاط. حلو، اعتبرون شو؟ اعتبروا أنه هذا كله عم ينكتب هون بس، ولكن ما في وقت نكتبه. طيب خلينا نكمل. According to the table الفلاني عم يحكوا majority كانوا viral. طبعا مثل ما قلنا هي لحالة weakness انه انت ما عندك PCR، ولكن نمشي له اياها حسب الكرايتيريا الخزعبلية المذكورة هون. طيب فبيحكي لك البكتيريا كانوا 7% فقط ب 2001 وتقريبا 0% ب 2014، يعني 2 من اصل 465 تعتبر صفر، وهذا مو منطقي اللي انه الحالات كلها تنزلت هيك بطريقة بقدرة قادر على قولتهم. طيب طبعا ما حنطول على الجدول هذا، الجدول هذا ماله اي ماله معنى صراحه مفيد. شو بدنا كمان هون؟ عم بيحكوا لك المحافظات عجلون كم اجى منا وعمان كم اجى منا، ما بيهمنا. طيب شو كمان في هون؟ عم بيقول لك انه الحكي اللي حكينا انه نسبه معينه من الناس نعمل لهم كلتشر، اللي هي فقط نسبه صغيره 91%، يعني اتس باد هيلث كير صراحه، لازم كل حدا يعمل له كلتشر، و 40% نعمل له لاتكس تيست، وفقط 15 نعمل له جرام ستين، مثل ما قلنا هذا بسبب نقص الكوادر ونقص الفاسيلتيز عندنا بالمستشفيات الطرفيه. طيب هلا البوزيتيف والبريدكتيف فاليو بدنا. يارا ما اخذت بايو ستاتس. عربي تعال بالله لو سمحت، انت شاطر وسنه خامسه وما شاء الله عليك، تعال. اه دكتور، تعرف البوزيتيف بريدكتيف فاليو صح؟ صراحة لا. يعني هيك بتعمل فيني؟ طيب باختصار شديد جدا، مو موضوعنا اليوم، يلي بدكم إن شاء الله بعدين يدرس الستاتستكس، حكيت أنا على البلاي ليست اللي على اليوتيوب بيشوفها، شيء مهم جدا، أهم ربما تكون يعني أهم بضعة مصطلحات بالستاتستكس والطب منها البوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. المهم بس تعريفها هيك خلينا نشرحها بطريقة فلاحية بس مشان نخلص موضوعنا، لأنه موضوعنا مو الستاتستكس اليوم، نشرحها هيك بطريقة سطحية، المهم أنه توصل الفكرة. هلأ هل تعتقدوا أنه كونك بتشتغل بالريسيرش is a good predictor of your intelligence or your hard work as a medical student؟ جاوبني عربي، ماشي معي. يس. فطبعا الناس اللي بتشتغل بريسيرش، ناس بتكلف حالها تحضر ورشه من الله اعلم 17 ساعه 15 ساعه راح تكون هي التوتال ورشه اخذت منكم، فاكيد راح يكون انسان شاطر اشطر من انسان ما بيهتم بالشغلات هي، ميك سنس. فلو هلا بدي اعمل فورمولا او اعمل بريدكشن عام، بتوقع انا راح اقول لكم انه اذا انتم مثلا خلينا نقول انتم 100 بس لاني بحب الارقام اضعاف العشرة نريح حالنا، فلو انتم 100 I can easily make the prediction that اي حدا منكم هلا عنده تيست I am pretty sure I am 90% sure انه all of you will achieve B's or plus or above. It's a very simple prediction. انسان يعني بيبذل هالجهد مستحيل يكون غبي او صعب جدا او يكون يعني الا لو صارت ظروف معينه، ولكن it's a very يعني good prediction انه اغلبكم راح يجيب بيات بلس، هي اذا مو حتى الغالبيه ايات. ف ولكن شو هذا اسمه البوزيتيف بريدكتيف فاليو، انه أنا عندي variable معين بدي أتنبأ فيه بناء على بشيء آخر، فتنبأت من كونك عم تحضر الورشة هاي بأنك رح تجيب علامة عالية. فإذا أنا قلت أنه كلكم رح تجيبوا A's، خلينا نقول أنه قلت للمية منكم أنكم رح تجيبوا A و90% منكم جابوا A والباقيين جابوا أقل من A، فبنسمي positive predictive value تبعي 99% بس، يعني فهموا هيك ببساطة. هلأ ف أنت عم تستعمل شيء لتتنبأ بشيء أو لتنفي شيء أيضا، فنفس الشيء أني استعملت مثلا كونكم عم تحضروا لحتى أنفي أنه حدا منكم حيرسب، ممكن حتى يكون بالحالة هاي الـ negative predictive value 100% ما حدا منكم إن شاء الله بيرسب.
بكورساته، لأنه يعني بتوقع هي أصعب بكتير أنه واحد يوصل فيها. المهم، فأعتقد وضحت الصورة. فهون عم بيقول لك أنه البوزيتيف بريدكتيف فاليو بال2001 يا يارا. السؤال هلأ لشو؟ فيكي تجاوبيني؟ البوزيتيف بريدكتيف فاليو ل 2001 بس لشو؟ لكل الكيسز اللي طلعوا بوزيتيف او اللي هم حطوهم انه they're positive whether they were true positive or false positive. مو واضح حكيك. في مرضى بيجوا على المستشفى عندهم سحايا، عندهم مننجايتس، وفي مرضى صار لهم ريبورتينج بوزاره الصحه whatever هي الانفكشس ديزيز whatever. هنا عم بيقول لك في انا positive predictive value للكيسز، هم طلع معهم هدول كلهم تشخصوا positive، بس في 74 of them طلعوا هم they are positive for meningitis وعندهم meningitis، بس عندك 418 هم they don't have the disease. هن تنبأوا شوفي المستشفى شخصته أو هو تشخص أنه meningitis بناء على الكرايتيريا اللي حاكيها هذا الزين بالبيبر تبعه. بس شو يعني شو هدول 74% هدول شو يعني شو هن diseased يعني هدول بناء على شو؟ بناء على كلتشر يعني أبصر ما بعرف إذا بالضبط هذا اللي بدنا هذا بدي أسمعه. مين اللي حكى؟ أسيل. مين اللي قال أبصر؟ أسيل. ما هذا مو واضح أصلا they are predicting what. عم يعني يا يارا أنت عم تمشي مفكرة إنه في شيء، أنت مفكرة إنه أنت مالك فهمانة أو أنت يعني غلطانة أو أنت مالك فهمانة البيبر صح؟ لا انت مو فهمان البيبر صح، هو البيبر ما في يعني ما عم تحكي شيء اصلا، ما يعني ما قالوا they are predicting what from what. انا بقول لك انه I will predict that you will pass because you are attending this course and it shows that you are smart or and hard working. هو ما عم you are predicting what from what. They're very vague and shrugs يعني طول الوقت نحن عم نقرأ البيبر عم نعمل هيك بكتافنا. ف انا كاتبهم what surveillance system zero details given about it you are predicting what ما بنعرف ولا surveillance system يعني بنبحث بجوجل بيطلع ولا بيطلعش شيء على surveillance system. هذا surveillance system هو نظام مراقبة. نظام مراقبة شو هو اشرح لي، ما بنعرف بس هيك. نقطة تانية طبعاً هذا شو هون أنا كاتب no inferential statistics are performed despite the large sample size and epidemiological design. هلا inferential statistics تعرفوا يلي هي مفروض تثبت أو تنفي من خلالها hypothesis، يلي هي منكم دارس statistics بكرة يا يارا إن شاء الله بتاخدوا biostats وما حقول حتفهمي هالشغلات منيح، بس يعني حتطلعوا عليها بعدين. أنا بنصحك تقري لحالك significance will be. ايوه شغلات يلي الشغلات that involves p value خلينا نقول. فهذا كله ما له موجود يا اخي، انت يعني عندك سامبل كبير شو اللي بتعمله؟ ما في اي تيست. نكمل. فصرنا عادين هلا 8 او 10 نقاط، 8 9 نقاط او 10 9 على 10. ف خلينا نكمل. هي يعني هي يا يارا قريتي العباره هي؟ قراتهم. طيب خليني أراها للجميع ويخليوني يعني ينوروا عيونهم. According to table 5 المهم اللي مضى هذا the sensitivity of meningitis surveillance system اللي ما شرحوا لنا أصلا شو هو و sensitivity to detecting what كمان ما بنعرف. A visit was planned to البشير hospital. visit مباغثة كأنه البشير تعرفوه يعني صرح تعرفوه يعني صرح عظيم. yes. فالبشير هذا it revealed that severe under reporting. It revealed severe underreporting by reviewing the records. شافوا كأنه سجلات المستشفى أو هيك. It was found that 160 case meningitis came to the hospital, while the DDC تبع infectious disease هاي received only 22 cases. في 160 بني آدم إجوا وانكتب بالنوتات تبعهم إنه التهاب سحايا. بس المعلومات اللي وصلت لل DDC هاي تبع وزارة الصحة whatever فقط 22 كيس كانوا بعتين لهم ياهن. هي ضعف كبير اصلا يعني هذا الشيء برضو ضعف انه ما في كان فولو اب يعني المفروض كان في فولو اب يعني كيف تركوهم بس انه يعني المفروض انه كان في فولو اب منهم
كان مو كلمة فراغ قصدك أدهيرنس للريبورتينج. يعني في دكتور بيشوف المرضى بالمستشفى المفروض هذا يرن أو كذا يبلغ صاحب الدراسة يبلغ الدي دي سي حسب الجهات المعنية. عم بيقولك إنه ما كانوا يتبلغوا الداتا ما كانت توصل للدي دي سي. فليكو عم بيقولك the physician who was met in the pediatric ward, طبعا كاتبين غلط كمان award مو ward, ward يعني قسم, فهنا كاتبين award يعني جائزة. المهم طبعا كم غلط صرنا لاقين لهلأ يعني 12. عبارات عبارات طبعا علمية وهون يعني كذا غلط, يعني شغلات إملائية ونحوية وبناء الجملة كله مضروب. فخلينا نكمل. The meeting him confirmed that under reporting and explained, هذا الدكتور قال اللي مداوم هناك explained it by the overload of work in their award مرة تانية. فعم بيحكي انه نحن كنا كتير مشغولين ما كنا نبعث لكم الداتا, بس من الآخر because it is considered as a referral hospital, كأنه يعني هي مستشفى الأردنية يمكن من بين الأربعة, لأنه في عندنا الرحمة والإسلامية والبشير. آه لا لا بشير ليكو, هذا المستشفى البشير عم يحكم. yes لأنه آه بشير ريفيرال والله غريبة المستشفيات مش عارفة البشير ريفيرال يا جماعة ما بعرف يمكن آه بيعتبروه يعني بالنسبة للصحة, بالنسبة للصحة بيعتبروه صح الصحة عيادات ومعيادات نحن عم نحكي شغلات طوارئ. ما بعرف. المهم and there is no time to special for a, or a specialized person to report the cases للهيئة المعنية. فهي لحالة يعني انت تخيل في عندك 160 كيس very weak وانت عم يعني تخيل يا يارا انا عم اقول لك انه شو بدك اعطيك امثله. واحد عليه 160 محاضره وفات دارس 22 محاضره وجاي بده ينجح. طب هذول 160 كيس هذول الميسنج يعني ليش ميسنج يعني اكستريملي بايست او يعني كم يعني هدول 160 22 تقسيم 160 يعني 10 تقسيم 80 يعني تقريبا 15% من الداتا فقط الموجوده و85% من الداتا ميسنج. هلا لما يعني والمشكله انه هي هذا الفاريبل اوف انترست يعني انا عندي اوكي عندي دراسات whatever meningitis pancreatitis في ميسنج داتا بالسيمتومز بالهيدك بالفيفر مثلا مو محطوطه, بس البكتيريا بنعرفها الكوز بنعرفه الوايت بلاد سيلز بالخزعه بنعرفهم هي اهم. هو يعني هو الستدي كله الستدي كلها عن البكتيريا وعن المننجايتس و160 يعني غالبيتهم مو داخلين الا 22 واحد فكل ميسنج داتا هي لحالة مصيبه. هاي ب 2001 ولا بال 2014 هذا هاي الشغله مو حاكين بسنه من السنوات سنوات اللحظه. طب دكتور عندي سؤال تفضل يسأل. هلا هاي الستدي اصلا it wasn't like initiated او يعني الداتا ما كانت ماخذه من بشير يعني هي بس كان جزء من الداتا او جزء من الريسيرش كان رايحه مستشفى بشير. طيب بس الانيشال داتا من وين بالضبط؟ طيب. من اي مستشفى قصدك انه قصدك الليميتيشن خفيف لانه مشكله البشير يعني فقط مستشفى من اربع مستشفيات هيك قصدك؟ لا لانه قصدي يعني ليش اعتبرها نقطه ضعف الريسيرش هو اصلا الداتا ما كان يعني ما كنت انا بدي اخذها من بشير اصلا. كيف ما بدك تاخذيها انت بحدد اربع مستشفيات واحده من المستشفيات يلي هي اهم مستشفى بعمان اظن بتعرفي. طيب يلي بتجي حالات عفء واغلب الحالات الله اعلم يعني جايين رايحين لها ما هو لك اغلب الداتا جاي من عمان من البشير فهي لك 170 كيس فعم بيقول لك اغلبهم يعني اغلب الداتا اصلا اللي كانوا يجوا عندهم ميسنج وما وصلونا. وفوق هذا نرجع للجدول اللي حكينا عنه اللي هو جدول هذا وبتشوفي هون المشكله اللي حكينا عنها تبع البكتيريا كلها مختفيه. فهل انت هلا بتثقي بالداتا اللي عم تشوفيها لما تشوفي كل هالمشاكل؟ نو اي دونت. بس هذا اللي عم نحكيه هذا كله عم نحكيه يعني هذا المحور بغض النظر عن التفاصيل الدقيقه. فوق هذا كله إذا حدا يعني شايف أوكي والله البشير هيك يعني بس المستشفيات الباقية أنت مفكر يعني أحسن حتكون ما حيكون منا ميسنج داتا. المشكلة بالبشير أنا بوعدكم أنه صارت بالباقيين وأي حدا مداوم بالطوارئ ومداوم بالمستشفيات حقيقة بيعرف. فنكمل حكي. لا أكيد إذا مستشفى كبير هيك في مستشفيات أحسن من مستشفيات صح بس أنه definitely this problem is not just بشير. نكمل. فطبعا أنا هون كاتب لول epic fail بس نكمل حكينا discussion. هلا الديسكشن يعني هو احلى انا my favorite part of any research is the discussion خصوصا لما انا بكتب يعني 3 4 5 صفحات discussion. الديسكشن هي كلياتها
ما بتطلع كم 10 سطور 15 سطر. أنا حظت they were repeating أشياء إنه حاكينها. بالضبط في تكرار معلومات في تكرار حكي يعني قصة ال 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 الليكو CSF محكية هون ومحكية كمان من قبل هون أكثر من مرة وينه يعني في 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 تكرار بالحكي ف والله نسيان وين تكررت سيشن كثير صغير يعني زي كونكلوجن أو مش عارفة في حدا مغطي المايك تبعك كأنه سيل الصوت واطي كنت طيب. احكي انه الكونكلوجن كثير صغيره زي يعني زي قصدي الدسكشن زي الريزلت كثير او يعني كثير صغيره yes, yes. الدسكشن جدا قصيره واتس نوت اكسباندينج المفروض انت بالدسكشن حكينا المره الماضيه يو اكسبلين يو راشنلايز يور ريزلتس يو اكسبلين ذم يو ثيورايز يو ريكومند فيوتشر يعني كمان بالريسيرش تبعك فيوتشر اسبيكت ممكن يو يو ميك ريكومنديشنز تحكي للكلينيكال براكتس نحن بننصح ممكن 1 2 3 او بتحكي للفيوتشر ريسيرشز نحن بننصح انه to have يعني أو to do a research about 1-3 for you make recommendations the clinical practice ولا future research بالريجن مثلا تبعك فالدسكشن ما في أي شيء من هذا ومتعامين تماما عن النتائج يعني هذا ليس finding يسكت عليه هذا جدول المشاكل اللي حكينا عنه مستحيل الريسيرش يعني الدكتور اللي عمل ريسيرش ما شاف كل هذا وما فكر يعلق على الفايندينجز هاي لازم تبرر لي ليش هاي الأرقام مختفية وليش النيسيريا نزلت مع انه ما في فاكسين وليش الستريب مو ورجيني اياها وليش كل الاذر بكتيريا فجاه اختفوا من 44 لصفر بالدسكشن المفروض هذا كله ينحكي والله وي بيليف ديكريز دو تو 1 2 3 بس مو محكي طيب فنكمل على السريع بيحكي لك انه بصراحه اصلا ما في دسكشن يعني واللغه يعني ركيك والله ما عم بعرف حتى اقراها بيقول لك there is sharp decrease in meningitis incidence rate as a result of hemophilus وMMR vaccine introduction شو الMMR يا عربي؟ measles mumps rubella طيب measles mumps rubella هاي ما دخلتها بالmeningitis يعني الميزلز measles والmumps mumps والrubella rubella ولا واحد من هدول ثلاثة is a common cause للmeningitis صراحة هون مو حاكين امتى الـ MMR دخل الأردن أظني قبل حتى 2001 مو متأكد بس أظني قبل على كل حال بس هذا ما له علاقة بال يعني anyways ما له علاقة بالmeningitis it's not a common cause وحتى if we say it is a cause لأنه any virus can cause meningitis بس هذا virus ليس بكتيريا فهذا ما بيبرر حتى لو افترضنا انه دخل الـ MMR بعد 2001 ما بيبرر انه البكتيريا هدول نزلوا نحن بنحكي عن الفيروس الفيروس ظلوا نفس الرقم تماما 470 460 فانت عم تدور بارضك يا صديقي ولا انا يعني اذا انا اذا في حدا شوفه هاي ديسكشن انا ليش قلت انتوا اليوم اللي بتكون الدرس وانا يعني ام درايفنج ذا كونفرسيشن بس انتوا المفروض تحكوا شايفين انا حكيت شيء مو منطقي قولوا لي لا امبلا يعني خاصه ما بعرف يعني يعني مبين حتى ان هالدراسه كان ب 2001 معموله احسن من 2004 يعني طريقه الداتا انه احسن من 2014 في مشكله بالتوقع بالداتا كولكشن او بالتتبع الدراسه او في إشي غلط يعني بال 2014 خاصه انا يعني مش عارفه حاسه في مشكله هم اصلا ليه ياخذوا من 2014 انا مش فاهمه يعني واتس ذا بوينت انهم ياخذوا الداتا على تو يعني time very far points in time يعني ما فيش حتى انه ايفنت انه يعني ما فيش حتى انه ايفنت انه فيش تراكنج حتى للشيء يعني لا هو باقي لنا 3 دقائق فخلينا كمان شوي بس يعني عم نجهز لانه عشان ما يقطع علينا انا قلت لكم ذكروني رح نحكي شغلتين السبجكتيف والسلكتيفيتي حنجينا هلا ان شاء الله عن النقطه اللي قلتيها تبع 2014 و1 بس خلينا هلا بالاوبجكتيف لساتنا ما خلصنا فعم بيحكي لك يعني هي صراحه المعلومه الوحيده المهمه واللي انا اصدقها بالبيبر هي انه الغالبيه الساحق او غالبيه مو ساحقه كانوا ميلز من يعني المرضى وهذا نفس يعني نفس الفايندينج اللي انا لقيته بالريسيرش تبعي بالمستشفى المؤسس امبارح صح الغالبيه المرضى كانوا ميلز هذا الشيء الوحيد المهم باي لوكينج ات ذا كيسز بيقول لك موست كيسز وير دايجنوز باي كلتشر عليكو هذا الحكي نفسه هلا تذكرت هذا ليكو most cases by CSF culture بينما الباقي
41% لاتكس وال15 جرام ستين، هاي تكرار للجملة اللي فوق نفسها almost copy paste اللي هي هون الصفرة. فشو كمان فيه؟ So CSF culture is the most common test that is used for meningitis cases. طب يعني معلومة ما فادتنا، يعني شو يعني أكتر تست بينطلب هو الكلتشر، يعني كل حدا بيعرف هالشيء هذا ما بده بحث، يعني كل طالب طب بيعرف إنه نحن بنزرع الكلتشر مشان نشخص meningitis. فشو الفائدة؟ ما بنعرف. المهم يعني حكوا هون هدول سطرين زيادة ما كان لهم معنى، بعدين بلش يحكوا limitations. خلينا نشوف limitations، يعني هنا عم يصارحونا خلينا نقول بسلبيات أو نقاط الضعف بالبيبر تبعهم. فعم بيقول لك reported mainly by clinical picture, under reporting of cases from sites. ماشي كتر الله خيركم. Broad case definition adopted by clinicians. هذا ليس clinical حتى، يعني الكرايتيريا اللي استعملوني يا جماعة ليست clinical criteria، هي epidemiological criteria، ليست مبنية على الفحوصات الطبية ولكن مبنية على شغلات هنن عرفوه من عندن على أساس من الـ WHO، مع أنه ما شفت المرجع اللي حكوا عنه. المهم خلينا نفشي يعني ما ندقق على هي الشغلة كتير لأنه في مشاكل يعني أكبر منها. فبيقول لك viral meningitis prevalence is affected partially treated bacterial meningitis by the laboratory. إنه yes، لو يعني واحد false negative إيه لو واحد أخذ المضاد الحيوي مثلا وبعدين إجى على الطوارئ، ممكن تكون الكلتشر نيجاتيف ما ينبت عليها الشيء لأنه هو أخذ مضاد حيوي، فهو ممكن يقتل البكتيريا. فهذا صح، هي ويكنس، وعلى فكرة هي موجودة بالستدي تبعنا، وأي ستدي بتنعمل بالأردن حيكون فيها هذا الويكنس. ليش؟ حدا بسرعة سنة رابعة خمسة لأنه على طول هون بس حدا يصير في عنده فيفر مباشرة بأخذ أنتيبيوتيك، والأنتيبيوتيك لازم تفصل 4 أيام على الأقل عشان الكلتشر يطلع يضلوا نيجاتيف، يعني عشان الكلتشر إنه يعني إنه الكلتشر يكون صحيح لازم يكون فيه تقريبا 4 أيام أو يعني في تايم بيريود عشان يطلع الكلتشر صحيح. أي قصدك ما يكون أخذه خلال الفترة؟ أيوة بالضبط. إيه إيه ما يكون أخذه، يكون آخر أنتيبيوتيك أخذه من عدد أيام معين. Yes، أو yes. أو إنه أصلاً ما يكون أخذه قبل 6 ساعات 12 ساعة، يعني بضع ساعات حقيقة. لو بتاخدي هلأ الحبة خلال 6 7 10 ساعات عادي تطلع العينة سلبية. المهم yes. بس هذا على كل حال ما بيبرر، still ما بيبرر يعني التغير من 90 حالة yes. لحالتين yes. لأنه يعني هو الأموكلان أوكي صح إنه بالأردن هو إضامة، بس ممكن التغير يلي قلناه هون يلي حكينا عنه بالجدول انه من 90 حالة بال2001 الى 0 الى 2 فقط بال2014، ممكن هذا الشيء نبرره لو الشعب صار ياخذ اضاء الاموكلان بال2014 فقط، بس لا يعني الشعب طول عمره اموكلان. ففعلا هي مشكلة الاموكلان بالبلد، يعني هي صراحة مشكلة كبيرة ان شاء الله تنحل بيوم من الايام، لانه على فكرة الدراسات كتير عنا ليميتد. مين سألني المرة الماضية عن أسباب الليميتيشن تبع الكواليتي تبعنا؟ عبادة كان يمكن، بس أنا مو موجود أظني. موجود. المهم يعني حكينا عن كتير ليميتيشنز، فاندينج وما فاندينج وفاسيلتيز وفاكلتيز وتيتشينج وسكيلز اتسترا، منا إنه كمان الهيلث كير سيستم عنا سيء أو it should be improved. يعني لما يكون المرضى كلهم بياخدوا العلاج بياخدوا المضاد الحيوي، تيجي بدك تعمل دراسة مضاد الحيوي عم بيخرب على الستدي تبعك، على دقة الفايندينجز تبعك، انت ما بتعرف الأسباب أو ما بتعرف البكتيريا، لأنه كتير من الناس آخدين العلاج ووردي قاتلين بالأموكلان. فيعني في كتير شغلات، في شغلات administrative، في شغلات من وزارة الصحة، من التنظيم الصحي بالبلد بتقلل كمان من نسبة الكواليتي تبع الستدي. فنكمل يا رفاتت وعربي. هو على فكرة يعني أنا ما تفكروا إني حصلت الدسكشن ليارا وعربي، بس يعني هنا اللي بيحكوا فكملنا حكي معهم يعني. طيب فحاكين يعني صراحة في يعني خلينا نقول ذكروا لا بأس يعني عدد من الليميتيشنز، مع أنه ما ذكروا كل شيء، بس حكوا عن السامبل عن الكذا، restricted laboratory testing، ما في viral، ما في كتس للviral test للPCR. ركزوا معي يا جماعة، هاي قصة الفيروس حنرجع لها. مين يارا معي؟ كل اللي حكينا ركزي هلا، يعني المفروض ان شاء الله حفظتي البيبر انا يعني، فلانه حنرجع لكل الحكي هذا اللي حكينا. على فكره
هلا ان شاء الله ان شاء الله هذا اخر تسجيل يعني، هذا ما حنطول اكثر من كمان 40 دقيقه يعني، نحن بالعاده ساعتين للساعه 10 بنكون مخلصين. بس على فكره هلا جاي اكستريملي امبورتنت بارت، يمكن نمتوا شوي او نعستوا، بس اي ثينك ام بريتي شور انه فعلا البيبر هي جذبت انتباهكم. هلا نحن ما حكيت انا رايي بالموضوع، انا بحكي لكم البيبر اللي قدامكم، فهلا لسه في شغلات قويه جايه، فركزوا معنا كتير، واللي نعساني صح صح واللي كذا يغسل وشه. ف قال لك هون ما في فيرال تيستينج، ما بنعرف الفيروسز. طبعا يلي بيعرف شيء عن المنجاتس وعمل بحث عنه بيعرف انه هذا التعريف على فكره اصلا غير صحيح، يعني فيه تسامح خلينا نقول او تجاوز شديد انك اي شيء ليس بكتيريا تعتبره فيرال، لانه بالطب ما مو هيك بيتسموا. شو بيتسموا يا ما بعرف، اي حدا سنه رابعه خمسه يفوت معنا، الشغله ذات از نوت بكتيريال، شو بتتسمى؟ ممكن تسميها نون بكتيريال. اسبتك مين قال؟ ساره يس ساره بنا يس احسنتي. اسبتك ما بنسميه فيروس. فيروس از نوت دايجنوستس اوف اكسكلوجن اني مور، يعني اتس نوت جاست باي هافينج نو، يعني مو لانك انت جبت زرعت البكتيريا ما طلع شيء بتقول فيروس، لا. ليش؟ لسببين. رقم واحد هاي يعني هي مننجايتس ما هقعد اشرح فيها كتير، بس لانه في بكتيريا ما بينمو على الكلتشر المعتاده، في بكتيريا فاستيديس وكذا بتعرفون من المايكرو بدها يعني تحط لها شاي وقهوه وتظبطها لحتى تنمو لك، ما بتنمو على الكلتشر المعتاده. فممكن تكون تي بي مثلا او الشغلات الفنجل ما تنمو على البكتيريا الكلتشر، هي واحد. فممكن تكون فنجل وما تشوفها انت او تكون اذر، المهم هي واحد. ف في بكتيريا او other organisms that do not grow in normal culture. رقم اثنين، انعدام البكتيريا لا يستلزم وجود الفيروسز. نحن شو قلنا؟ المننجيتس is inflammation of meninges, itis. تعرفوا هاي كلمة يعني من الطب. non-infectious يكون في non-infectious etiologies، في autoimmune meningitis، في drug-induced meningitis، وفي شغلات تانية ما بدي. هي طبعا uncommon يعني هي صراحة ما بتذكر النسبة، بس اقل يعني من 10% واتيفر. بس المهم انه يعني صحي اقل موجودة من الفيروسز، بس ستيل موجوده الانتيتي هي، فما فيك تتجاهلها. لذلك المصطلح الطبي something that يعني if البكتيريا كلتشر does not grow بنسميه aseptic meningitis. aseptic يعني without growth. هلا لما نسوي بي سي ار ومثلا لقينا انتيروفيروس بنقول انتيروفيرال، لقينا السي ام في بنقول سي ام في سايتوميجالوفيروس، وهكذا. ممكن تكون كوفيد كورونا مننجيتس عادي، كل الفيروس اللي بيعمل. ولكن الاساس انه لا دكتور بيعمل نعم. اسف على المقاطعه، بيعمل بالمؤسس بي سي ار زي هيك للمننجيتس يعني بعد ما الحمد لله ممتاز بيعمل. الحمد لله. بس يعني مو ولا كحد 100% بس بيعملوا غالبا الانتيرو فيروس، سبيشالي الانتيرو فيروس بنعمل الغالبيه الساحقه، اولموست ايفري ون بنعمل له الانتيرو، which is a good thing صراحه، لانه الانتيرو فيروس هاز اكستريملي جود اوتكم. ممتاز يعني اللي عنده انتيرو فيروس يعني ما المورتاليتي ريت كان عندنا بالستدي زيرو، ما في ولا حدا من المننجيتس بالانتيرو فيروس المننجيتس مات، ولا حتى بالدراسات الثانيه شفت انا. المهم خلينا هلا نجي، خلصنا البيبر ادفانتجز اوف ستدي، يعني بصراحه ما في ادفانتجز هون، يعني هي ادفانتجز مزعومه. ديتيرمين امبورتنس تو ادوبت كلينيكال جايد لاينز، غير صح ما في improve diagnostic method especially viral، يعني ما فهمت، يعني فهميني يا يارا كيف يعني how did this study improve diagnostic method for meningitis especially viral؟ it didn't. يعني هي أصلاً هم بيحكوا إنه إحنا ما we don't culture، إنه ما بنعمل لل PCR ما عملوا شيء عن viral، ما حكوا شيء، they did not discuss anything، ما عطونا recommendations، ما عطونا diagnostic method. شو عم تعمل أنت؟ سامحوني إذا أنا عم بحكي شوي بسرعة، بس أنا بدي خلص الكونتنت. المهم وعلى فكرة بالعادة أنا أصلاً حكي سريع، ولكن أنا ببطئ حالي عمداً يعني بالجلسات الماضية. المهم فهون عم يحكوا set reporting database، إنه على أساس يعني هن يعني جابوا لك داتا إنه بحيث ما بعرف ما don't ask me anymore. نكمل conclusion، بيقول لك under reporting، في كتير مستشفيات ما عم بيوصلون الداتا، sharp decrease in incidence، يعني لساتهم مصرين على decrease. ها sharp decrease، اسمعي هالسمعة، sharp decrease in incidence of meningitis as hemophilus influenza، مع انه مو بس الهيموفيلس، النيسيريا وكل البكتيريا اختفوا، بس ما بعرف ليش هون ما عم يحكوا عنهم،
يعني مستحيين ولا نسيوا ولا بطلوا يعني ما بعرف. And complicated mumps cases. أسير مين إيه أسير اللي حكيت المرة الماضية بعرفش تسألنيش لما حكي عن MMR أبصر. هلا عم بيقولوا لك إنه المومبس كيسز نازلين ال complicated cases. أنت قريتي بيبر مش فاهم شو دخل. أنت قريتي بيبر معنا هلا شفتي كلمة مومبس ذكرت غير مع MMR MMR حتى ما ذكرت الكلمة نفسها. هلا عم بيقول لك إنه complicated mumps cases نازلين وما في غير يعني كلمة mumps ما ذكرت غير مرة بالبيبر هي هون بالconclusion. conclusion اللي هو المفروض تلخيص البيبر والبيبر كله ما ذكرت موجود يس ولا موجود إشي ولا أرقام ولا إشي مش عارفة مش موجود أرقام صح إيه ما ولا أرقام ولا كلمة حتى ما تكون inability of laboratory to diagnose causative agent for majority especially viral cases. ما فهمت يعني شو يعني conclusion هذا. The case definition that used by physicians according to Ministry of Health criteria is very broad. ما بعرف صراحة إنه حدا بيستعمل أصلاً كريتيريا هي بس ماشي فشل. يعني نحن لقينا صراحة عيوب شديدة يعني أكثر من إنه هلأ نوقف على عيب. يعني اللي بيشوف واحد عريان بالشارع ولابس بوط ما بيقول له شواطك اربطه. فخلينا هلأ يعني خلينا هلأ نروح هلأ حكيت لكم عن الريفرنسز يا جماعة أنه أكثر الريفرنسين رجعت لهم ما لقيتهم WHO اللي حكوا أنه ما كان موجود والريفرنس الرابع حكوا وهذا وطلع ريفرنس كتاب تمام؟ فصرنا ذاكرين فوق العشر شغلات يمكن صاروا 15 نقطة ضيفوهم كلهم للخانة اللي ذكرناها بالويكنسز الحمراء هديك. فشو يعني رأيك يا يارا يعني قراءة كانت مفيدة للبيبر صح؟ يعني ما بصراحة أنا ما توقعت إنه مثلاً إنه papers تنتشر وتكون هالقد إنه بس يعني أنا بصراحة أنا my idea of research إنه it's a long process وكتير بيدقروا عليه ف طيب لذلك أنا ليش أنا مختار أنا عم أقولكم أنا هاي الشغلات كل يعني مختارهم أصلاً طبعاً مو كل papers بنفس الأهمية بس هاي paper مهمة جداً لأنه في so many lessons منها و you can learn يعني reading research critically from it. This is the best prototype to teach critical reading of research. شفتوا كيف قرينا البيبر كلمة كلمة حرف حرف سطر سطر وشفنا الريفرنسز رجعنا لهم لقينا الكلام ليس موثق الكرايتيريا ما له علاقة لقينا الأخطاء لقينا الكلام المو منطقي أبدا الحالات بتنزل بطريقة سحرية من دون أي مبرر ويعني ف not all research is great. ما خلصنا لسه هذا كله كوم نجي هلأ لكوم تاني ما بعرف قبل ولا بعد خلينا طيب هاي البيبر قدام جوجل سكولر تمام. هلأ أنا قلت لكم جوجل سكولر حلاوته أنك تلاقي بيبرز بسرعة أو تحملها بسرعة لأنه بتعطيك البي دي اف لينك لما تعمل تلتش ريفيو استعمل PubMed. أما جوجل سكولر أنا بستعمله لكل الأغراض التانية فطلعوا هلأ معي البيبر هاي أنا لسه ما حكيت أي شيء سبجكتيف عنه. في فور سايتيشن زيايا يا را صح تضغطي عليها بيورجيك البيبرز يلي يساوي سايتيشن تمام. ف بدي هيك بس اسم حدا يعني سمعيني صوتك مشان اعرف انه شو معي. ف هي في ثلاث بيبرز اربع هن مساويين سايت للبيبر. شو يعني سايت؟ يعني لما مؤلفين كتبوا عن الموضوع هذا استشهدوا به مؤلف بالزين بمقالة الزين تمام. فطبعا هذا شيء هذا عز يعني لو انت بالبيبر تبعك بصير له سايتيشن الشغله منيحه يعني الناس عم يعتدوا فيكي. فالبيبر هاي له اربع سايتيشن شفتوا كيف بنعملها بتساوي سيرش بتلاقوا البيبر هاي بتضغطي هون سايتد باي فور تمام. فهذول البيبرز اللي يساوي سايت لاخونا الزين هذا خلينا نضغط واحدة واحدة هلأ نشوف مين ساوى سايت. أنا صراحة يعني هلأ يعني شو يعني بالشات كل واحد يكتب لي البيبر هاي يعني واتس يعني in one word شو رأيك فيها يكتب لي على الشات بسرعة. تراش بور بور يعني هذا عبارة لطيفة جدا
دكتور عندي سؤال أنا. تفضل. هسا إذا الريفيور تاع الجورنال شاف إنه الورقة البحثية كثير سيئة، ليش بيقبلها أصلاً؟ مشكلة أنا ما عم بعرف ميز الناس من الصوت. مين عربي مرة ثانية؟ أنا عربي. سؤالك بالضبط هلا حنحكي عنه. سؤالك بالضبط هذا lacks many aspects، يعني كلكم عم تحت يعني عم تتلطفوا حتى زيادة. أوكي خلاص بكفي هيك. الفكرة إنه it's a very poor very bad paper. أنا صراحة أنا قريت مئات البيبرز في حياتي دون مبالغة، هي أسوأ بيبر بحياتي أنا. يعني خلينا هيك بلشنا بالسبجكتيف هلا عن جد. فهلا الحكي اللي قاله عربي يعني هاو يعني كيف الريفيور يعني هذا. فخلينا هلا نحكي بس عن الشغلات عن السيتيشنز، بعدين حنحكي عن اللي قاله عربي كيف البير ريفيو لجنة التحكيم العلمي المحرر المجلة وكيف نشرت. فخلينا بس نشوف السيتيشنز بعدين حنرجع الموضوع هذا. ففي اربع يعني أماكن البيبر هي اعتبرت فيها مرجع، الأخير منه هو تكرار حقيقة، يعني role of microbiology in present world هو كأنه تكرار لهذا. عاكوحة ما في نفوت عليها يعني شافي ما في الله أعلم يعني هذا ما فيك تضغط عليه فحنعتبره مو موجود، بس هو نفس المؤلف اللي فوق ملاحظين معي عربي شايف شلون بي إيرلا نفس المؤلف. ركزوا معي الشغلة هيك جدا دقيقة. أنا هاي مضيت عليها ليلتين كل مرة ساعتين أو ثلاثة لحتى هذا كله الحكي حكيكم إياه. طبعا هذا كله من ثلاثة شهور شايفه أو شهرين. المهم فعندنا ثلاث مراجع يعني باستثناء الأخيرة نساها لأنه ما فينا ضغطة، في ثلاث مراجع حكوا عن البيبر هاي واعتبروا مرجع أو رجعوا إليها. نفتحهم واحد واحد، واحد من سبرينجر، واحد من فرونتيرز، واحد من ببلشر ثالث. الببلشر هلا كمصطلح يمكن ما بتعرفوه، اذا انا بلال دروبي عندي مثلا قررت افتح مجلات طبيه في الاردن، ما بعرف اذا في مجلات طبيه في الاردن، يمكن في شيء معدود بس ما بعرف صراحه، اكيد اذا موجود يعني ما بيكون مشهور. المهم فبدي خلينا نفترض انه بدنا نحسن الطب وهيك، فتحت ثلاث مجلات. سميتها المجله الاولى جوردانيان بيدياتريكس، المجله الثانيه انترنال ميديسن جوردان، والمجله الثالثه سيرجري ان جوردان، وكل واحده بتنشر بالمجال تبع اسمها. هذا هو الجورنال بيدياتريكس ان جوردن، هو اسم الجورنال انترنال ميديسن ان جوردن، هو اسم الجورنال المجله. بس مين الببلشر؟ بلال الدروبي انت صاحب الببلشر صاحب المجله المالك. فنفس الشيء هذول الببلشر سبرينجر وفرونتيرز هذول المالكين. فهذا الببلشر سبرينجر معروف يعني هي مشهورين جدا يعني دائما حشوفوا اسمائهم. والاسم الجورنال هو شو؟ اركايفز اوف فيرولوجي. خلينا نسوي داونلود للبيبر. طيب على السريع كيف هلا يعني هي على فكره هذا انتبهوا على جزئيه هي كثير لانه راح تعملوا انتم يعني راح اعطيكم واجب مو واتفر راح اقول لكم تعملوا نفس الشيء يعني ببيبر ثانيه فمشان تتعلموا يعني هذا هي الشغله شغله سهله. بدنا هلا نشوف الزين نكتب الزين فنشوف يعني مو صار له سايتيشن فنشوف رقم المرجع كم 19 ريفيجن اوف منينجايتس سيرفيلانس سيستم ان جوردن. طيب فنشوف هذا رقم 19 وين كان، نساوي سيرش مره ثانيه كنترول اف 19 وين ذكر هذا الرقم وين ذكر معي انتم يعني طريقه واضحه صح ليكو لقينا. فبالبيبر هاي الزين بالجدول هذا الجدول الثالث حكوا عنه ليكو هن عم يساووا كانه اناليسيس of epidemiology للفيرال مننجيتس بالمينا ريجن. المينا اللي هي الميدل ايست والنورث افريكا. فالمنطقه هاي هنا عم يحكوا عن شو عن الدول يعني كل الدول تبع المنطقه وعم يجيبوا الريسيرش منهم وعم يستشهدوا فيهم. فعم يستشهدوا هون بصاحبنا الزين هذا. فهن ملاقين ثلاث دراسات. مو المره الماضيه قلت لكم انه كان في ثلاث دراسات بالاردن، هو حقيقه في دراستين بس المهم انه هنا هون مستشهدين بتاعته. ليش قلت لكم دراستين وفي الثالثه حنعلق هلا. هنا حقيقة في دراستين فقط بالأردن عن الموضوع هذا أو حتى يمكن واحدة بس هون يعني ثلاثة بنحكيكم ليش. المهم فهذا الزين ليكو تبع 2014 مو لأنه هنا عم يساوي شو الكونتري والير والنمبر اوف بيشنتس والكوزيتيف ايجنت
والموست كومون كلينيكال مانيفستيشن حلو والسايتيشن. فهون السنه هاي لا هذا مؤلف غير صاحبنا هذا رقم 116 ما بيهمنا هذا اظني شرمان وشخص ثاني 1916 هذا دكتور من مستشفى رحمه ريسيرش صراحه مرتب هذا واحد من من اللي قلت لكم موجودين لما لقيناهم على PubMed لكم اقدام والشرمان دكتور هذا درسنا برحمه تعرفوه حدا منكم اخذ معه اظني ترك يمكن فتح عياده بسمع عنه شاطر ايه شاطر كثير ودراسته كانت حلوه قريتها انا يعني قريت انا كل ايه قريت انا كل النشر بالاردن فهي دراسه قديمه يعني لما الله خلقني بعد بسنه تقريبا اظن حتى كانت من 98 مو 99 بس المهم فوقتها كانت منشوره فلما انا انولدت كان هو ناشر على المننجايتس وانا هلا لك عم بحس نفس الموضوع بس المهم ما بيسمنا هي يعني البيبر هي ما عليها غبار انا عاملكم بس هلا ال 2014 اللي هنا تبع الزين هون عم بيقول لك 474 و463 اللي هي اللي شفناهم بالجدول هذاك بتتذكروه اللي ضلينا نحكي عنه ثلاث نقاط فهلا شو هون الكومون كوزيتيف ايجنت شحطه ليش لانه ما كانوا حاكين عن الفيروس صح يس صح يس يعني تفاعلوا حاولوا تفاعلوا معي بسرعه مشان نخلص بسرعه ما بدي نفتح تسجيل جديد وهم بيقول لك الموست كومون كلينيكال مانيفيستيشن فيفر تتذكروا كان حكى عن الفيفر بالبيبر تبعه ما حكى صح ما حكى غير اول شيء بالكرايتيريا بس حكى انه هي كرايتيريا لحتى نشخصه من انجايتس بس قال لك انه كم واحد شخصناه عنده فيفر هو طبعا بناء على الكرايتيريا الفاشله حقيقه هي لانه هي يعني مو مزبوط مو كل حدا عنده مننجايتس بيكون عنده حراره بالطوارئ هو مو الغالبيه الساحقه بيكون عنده الحراره بس كثير منه لما يجي على الطوارئ بتركون راحت المهم بس هو يعني حطه بالكرايتيريا اكيد صراحه لما تحط شغله بالكرايتيريا وما تفوت حدا الا اذا عنده اياها معناته كل حدا بالسامبل كان عنده فيفر بس على كل حال هو ما كان حاكي فهو حاكين انه كان فيفر الموست كومن مع انه مو مذكور والرفرنس 19-19 فهذا خطأ حاكي عن الموست كومن سيمتم مع أنه مو مذكور بالبيبر شوف إذا مذكور بشغلة تانية الرفرنس هذا ندور مرة تانية على رقم 19 ليكو مور أوفر بيقول لك higher percentage of viral meningitis were reported بالأردن reaching 83% of all cases من 2001 ماشي شو كمان فيه خلصنا فهي الرفرنس الأول بالبيبر هاي خطأ حكى عن الفيفر والفيفر ما ذكره الزين بالبيبر تبعه نجي على البيبر الثانية epidemiology profile بالmeningitis عم تحكي عن قطر فالبيبر عن قطر وهي من مستشفى حمد من الدوحة بقطر تمام هلأ على فكرة البيبر هاي مهمة بس اللي بعدها لسه أهم بكتير 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 يعني في مفاجأة رائعة على البيبر الثالثة خلوكم معنا لانه كلكم وهداككم انتوا ما حدا منكم تابعني على اليوتيوب سؤال جدي انا صرت احب يعني فتحت اليوتيوب شانل بس ايه بس ما شفتي مع يعني شفتي اخر فيديو نزلته الكورس الاول اخر فيديو نزلته قبل شهر الحمد لله منيح هو شوفي انا كنت خايف انه لما اعطي السيشن اليوم كثير منكم ما يستفيد لانه شاف الفيديو هذاك فكنت خايف انه يضيع وقتكم فمنيح طلع اغلبكم ما او كلكم مو شايفين فبالضبط كان عم بحكي شيء جديد اليوم بس انا هذا كله حاكيه على اليوتيوب من شهر عمل فيديو عليه 10 دقائق طبعا الفيديو هذاك ما حكيت فيه بالتفصيل اليوم لعده اسباب اولا عشان ما يطول الفيديو لانه هذاك بدنا نشرح فيه افكار اساسيه وشرحت فيه مجرد جزئيه الشغله الثانيه انه ما بدي يعني مشان اريح حالي اقول تشهير وما تشهير وكذا فحكيت فيه شو بالعموميات المهم فنجي هلأ للبيبر اللي مذكورة هون ندور على رقمه نقول الزين مرة تانية نكتب الزين نشوف وين مذكور سوينا سيرش ليكو رقم 36 ماشي فنكتب 36 وندور ليه؟ لا وين راحت؟ ليكو قربنا أيوة ليكا فهون مستشهدين بالعبارة هاي يعني هون مساوين citation عم بيقولوا On the other hand Jordan showed a low prevalence of enterovirus هي EV يعني enterovirus اختصار مستعملينه بالبيبر يعني فعم بيقول لك الأردن هذا low prevalence of enterovirus
compared to countries of the MENA region. اللي هي شو؟ Middle East و North Africa. فعم بيقولوا الأردن كان عنده عدد قليل أو نسبة قليلة من انتيرو فيروس. طب يا جماعة الخير، احنا البيبر ما حكيت أصلا عن انتيرو فيروس، كلمة انتيرو فيروس كلها ما طلعت على لسان البيبر هديك. Yes. فهذا كمان citation خطأ. وهي يعني من دراسة يعني غير بالأردن، وصراحة هدول two journals وإن كان citation تبعون خطأ ومخبصين عدة مرات، بس خلينا نقول these are respected papers، مو سيئين مثل هداك، وكمان يعني من قطر وبجورنالات محترمين يعني صراحة. Frontiers in Medicine رانكو عالي، هذا Q1 ولا Q2 والله لا أذكر، بس definitely إما 1 أو 2 أعتقد Q1. شو يعني Q1؟ يعني it is of the top 25% journals in the general label of medicine. مو قلنا نحن في كتير subspecialties و subtopics بالmedicine، تحت التوبيك اللي اسمه general medicine Frontiers in Medicine مستواها من ضمن ال 25% الأوائل. يعني لو في 1000 جنرال هي من مستواها 250 فما فوق. معي أنتو؟ فهلا لساتنا بدنا نرجع لسؤال عربي، كيف هداك الجورنال النشر، كيف هديك البيبر نشرت تبع هذا الزين، وكيف هذا النشر هون. تمام، هاي النقاط كلياتها أنا يعني مرتبة أصلا يعني مشان الأفكار تتناسق. فشوفوا هون الرانك تبعه، هذا سكوبس أكثر من مرة صرتوا شايفينه، شوفوا الرانك تبعه 96%. من أصل 790 جورنال يا أسيل، رقمه 32 من أصل حوالي 800 جورنال، فمستوى عالي جدا يعني ممتاز. زي ما حكتنا 25% تقريبا. ومع ذلك فيه هذا الخطأ. خلينا نكمل نساوي ريلود هاي البيبر، ما بعرف هاي البيبر الثالثة. طيب نساوي لريلود هاي يعني هاي طنة ورنة. فعنوان Research and Reviews Research Journal of Biology Pediatric Infectious Diseases، المؤلف برامودا إيرلا، Department of Microbiology كذا University بالهند، سنة 2016 received 5/7 يعني بنص 7، وانقبلت ببداية شهر 8 يعني مضى أسبوعين وانقبلت البيبر ونشرت بعد 5 أيام 8/8/2016. تمام، على السريع كل شيء يعني بسرعة بالضبط. هي يعني هذا التعليقات اللي بدي أسمعها. هلا خلينا نمشي ندور على كلمة الزين، صلوا على النبي وركزوا. أنا قلت لكم هي البيبر يعني حفلة. فليكو الزين لقيناها بالكنترول F 85 رقمها، حلو. فخليها هلا ندور على رقم 85 نشوف وين مستشهدين بالبيبر هاي. فعم بيقول لك شو هاي البيبر عباره عن شو، بس اشرح لكم شو هدف البيبر هاي. هاي ريفيو. شو يعني ريفيو؟ يعني كاتبين مثل بوك تشابتر او هيك يعني ملخص لكثير من الامراض المعديه، الانفلونزا، الايدز، الاميبياسس، الكانديداياسس، شاغاس دي، كل واحد كاتبين عنه شو 6 سطور. كوليرا يلا كاتبينها عنا 15 سطر كتبها خيرا. التايفويد كاتبين عنه 7 سطور ونص، وهكذا دنتال كيريز وهكذا. فهي هيك مجرد شو ريفيو بيبر عن كل موضوع. لما بنرجع لموضوع اللي قلنا 85 لما استشهدوا بالزين، معي يا أسيل؟ يس. فهون شوفوا العبارة هي مننجايتس. Meningitis may be defined as، طبعا يعني اسألوا حالكم انتو شو هالبيبر العظيمة اللي كل ديزيز بتختصره بأربع سطور. يعني هذا سؤال بيطرح نفسه، بس خلينا نفشق. نفترض انه هاي بيبر بدها تدرس مثلا لطلاب صف 10 بالأحياء، انا ما بعرف يعني، بس نحاول نبرر. Meningitis may be defined as an inflammatory response to infection bacterial, viral of cerebrospinal fluid. يعني infection inflammatory response to infection بالcerebrospinal fluid. It can be characterized by sudden onset of febrile. ركزوا معي. Characterized by sudden onset of febrile illness with signs and symptoms of meningeal involvement. وحاطين المرجع تبع الزين 85.
ما حدا لاحظ شيء غلط ولا لا؟ هي أصلا كانت الكرايتيريا أصلا غلط اللي كانت محطوطة في ال لما رحنا إحنا يعني كانت محطوطة بالكرايتيريا بالأرتكل الأصلية تاعت الزين كانت أصلا غلط. فهم هون قاعدين يعني بيعرفوا المرض بناء على تعريف هضلاك هيك صح؟ هم هيك هون عاملين فإنه إشي لا. مش دقيق أصلا ومش مصدر ما بعرف هونيك. لا لا قصة هذيك هذيك الفيرال إنه فوق 50% وتحت 500 لنفوسات وكذا رقم 4 هذا اللي حكينا عنه هذاك الفيرال. نحن عم نحكي عن مننجيتس as a whole. عم بيقولوا لك هذا تعريف المننجيتس characterized by a sudden onset إنه بتيجي حرارة مفاجئة مع signs and symptoms of meningeal involvement وحاطين مرجع أخونا الزين. والمهم الحكي الباقي ما له علاقة بالزين. ما بعرف احكي ولا ورجيكم بس والله ما بعرف انا احترت يعني كيف اشرح. نفتح عادي احكي البيبر عادي 2000 وهي هاي ببدايه البيبر. Meningitis may be defined as inflammatory response to infection bacterial comma viral of the pyaracnoid or subarachnoid fluid CSF of the subarachnoid space. It is characterized by sudden onset of febrile illness with signs and symptoms of meningeal involvement. هم they listed the meninges بال the first sentence. لك لا ايه بس شو قصدي شو بدي فهمكم copy paste يعني مختل يا ما فيش ابر فريزنج ولا شيء. It is copy pasting. اللهم ضايفين كلمه البي اراكنويد والسب اراكنويد سبيس الباقي كله كوبي بيست حتى الكومه مثل ما هي والقوس مثل ما هو. هي واحد هي غلطه الأول يعني يو ار كوبي بيستينج. رقم اثنين مو مشكله مسامحينك المهم انك عم تعزو العباره. المشكله انك عم تاخذ العباره يعني عم تستعمل بيبر ثانيه كمرجع والبيبر هي ما عم تزعم المزعم هذا ما عم يعني هذا الانترودكشن تبع البيبر هي مو داتا يعني زين ما جاب داتا وساوى دراسه واثبت 1 2 3 وعرف المننجيتس هيك بدراسته لحتى تعتبره مرجع في تعريف المننجيتس. هو عم يحكي يعني فقط انترودكشن هي عباره ما لها مرجع فما بصير انت تروح تاخذها كمرجع لك يعني لو هو فهمتي علي يعني واحد كتب مثلا انه بالاردن صار في شارب ديكريز مثلا واحد من الكونكلوجنز تبعه انه صار في شارب ديكريز بالمومبس وبالبكتيريا خلص مع انه كلام فاضي وخطا بس فيك تعتبره فيك يعني هون تنقل الحكي عن الزين بس كلام هو كاتبه بالانترودكشن تبعه والانترودكشن مثل ما بتعرفوا انه هو مجرد مقدمه بتاخذها من الابحاث السابقه لك فما بصير انت تاخذ تروح تسوي سايت للزين لحكي حكي هو بالانترودكشن فانا حكي هذا هون ف it is copy pasted مفروض ياخذوها صح مثلا من WHO او مثلا CDC او من بيبر ثانيه من بيبر ثانيه عريقه عم تعرف المننجيتس تعريف تفصيلي يعني هيك اما yes. فهذا خطا ثالث. هلا مو هون فقط المشكله خلينا نقرا يا جماعه عن الميزلز whatever belong to the كذا كذا. الميزلز هو نيجاتيف سنس ار ان اي فيروس للباراميكسوفيريديا من 76 ل 82 لما رجع تمام هيك هو الكاتبين. خلينا نرجع من 76 ل 82 الباقي لنا 8 دقائق ان شاء الله بحاول انه ما نفتح تسجيل ثاني بس يعني انا متاكد على كل حال ما يعني ديفينتلي قربنا نخلص يعني حتى لو فتحنا ما حنطول اكثر من نص ساعه بس قلنا قديش من 76 لكم 74 80 لا كل ميزلز فخلينا ناخذ هدول هون كثير مهم يعني هلا حنحكي عن جواب عربي كيف نشرت هديك وليش ومين سمير. فالبحث الأول هذا هو Measles Association نفتحه خلينا نفتحهم وراء بعض 76 77 هفتحهم بعدين هتفهموا شغلة ليش عم نساوي هيك. هاي ما فينا نفتحها اللي بعدها أخذنا شو البيبرز اللي حاطينهم مراجع اللي بعدها حناخذ هيك أربعة شيرا فيستا ولا whatever كمان ما فينا نضغط على اللينك هذا اللي بعدها لا هي ميني ريفيو يلا هذا كمان. فهلا شو أخذنا كذا عينة هيك خلينا نقول يعني عفويا اخترنا
هدول العينات. فمشكلة هذا كمان ما في نضغط على اللينك. أعتقد يكفي. ولا هي آخر واحدة. فتطلعوا هلا. هاي البيبر الأولى. أسيل ويارا وعربي وغيره كل الحاضرين يعني. هاي البيبر الأولى. معي أنتو. Measles virus association with cancer. Yes. Clinical and cellular immunology. هذا الجورنال. اللي بعده. Review on measles situation in Ethiopia, past and present. Journal of tropical disease. لاحظت شيء غلط ولا لسه؟ نكمل. ما لاحظتي؟ نكمل. إذا أحد لاحظ إلي. هي الستدي إنه مش عارف الستديز كلهم يعني عن إنه إحصائيات أو مثلا ما بعرف هيك صح لحد الآن ولا لا، إنه المفروض ما يكونش هيك إشي ولا لا. It's much simpler than you think. You are thinking too hard. دقيقة. ناخد جورنال، ناخد جورنال بعده. بيبر هاي كمان واحدة تانية بالسيتيشنز. هذا ما فتح معنا اللينك. كمان هذا ما عم يفتح اللينك. على فكرة كتير من الخربانين هي مشكلة حالة يعني، هي شغلة. لما تكون عندك بيبرز وما عم تقدر تلاقيها هي لحالة يعني شغلة. مفروض الجورنال المحترم بيثبت البيبر تبعه بحيث دائما تكون أفيلابل. نفتح بيبر ثالثة ورابعة. كم واحدة صرنا فاتحين هلأ؟ يلا بسرعة خلصنا يعني أنا عم حاول اختصر قد ما بقدر بس مشكلة يعني حتى هذا صار بدأ يتأخر. طلعوا أسيل. ما يعني لسه؟ يس يس مش عارف. أنا اللي شايفته إنه كلهم كانوا أشياء إحصائيات مش إنه أشياء بس لسه ما استوعبتي الوضع. لا حدا يساعدنا بسرعة يفوت يفتح المايك يحكي الكلمة. إنه الأشياء كانت أوت بريك. 3 4 5 كلهم نفس الببلشر. أنتوا مو ملاحظين إنه شكل البيبرز كلها نفس الشيء؟ وين الاسم، وين اسم الببلشر بيكون؟ هلا انسي 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 الببلشر، طلعي بس شكل البيبر. مو ملاحظه نفس الديزاين يا بالضبط. نفس الاشي، نفس الشكل، الطابع العام لها. بلال الدروبي articles medicine disease interest. لا شكلهم متفقين مع بعض مدام هيك يا قربتي. Evidence based medicine, predatory journals. فهذول هاي البيبرز قلنا وشفنا انه في اكثر من fake citation. بعدين هاي البيبر ريفيو لقينا انه رقم واحد قاصة وناسخة من الانترودكشن. الشغلة الثانية انه كل المراجع نفس بعضهم. انا هذول المراجع باقيين فاتحهم من قبل ومصورهم فمشان نسرع. هاي البيبر الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، نفس يعني هذا البني أشو شعره ولحية بدل هو نفسه نفس الإشي. يعني أنتم متوقعين الشغلة هي بالصدفة؟ لا طبعا. يلي ممكن شاف موفي الانكريدبلز، يلي ما بيعرف انكريدبلز يشوفه فيلم فيلم. بس هاي ريفيو بيبر لانه ريفيو معروف دائما بتكون كبيره بالحجم وبتساوي كتير سايتيشنز فتو سايت ذير اون بيبرز. ليش؟ لحتى يزيدوا السايتيشن ماتريكس. مو انا قلت لكم لما يصير لك سايتيشن بصير لك برستيج اكثر ومفروض يعني بصير لك احترام وكذا وانت بتستفيد كجورنال وبتستفيد كريسيرشر. فهن هيك هذا اللي معمول هون. مستحيل ما في ريفيو بالعالم محترم بتقراها بتكون الله أعلم 90% 80% من البيبرز كلهم من نفس من نفس الببلشر. فالببلشر هذا اسمه، هذا الجورنالات مختلفة بالأسماء، تعددت الأسماء ممكن أغير اللحية ولا هذا بس الببلشر هذا أوميكس ببلشنج جروب. أوميكس OMICS أوميكس اكتبوه كلها تكون اكتبوه هالكلمة أوميكس ببلشنج جروب اكتبوه جنبكم على ورقة ولا واتفر واعتبروه سمول هومورك تبعكم. بس روحوا واقروا من الويكيبيديا بيج، بس روحوا واقروا الويكيبيديا بيج تبع الأوميكس ببلشنج جروب، راح يعني تشوفوا العجب العجاب. ايوه
شوف فهي هي الفكرة يعني كل الموضوع فيك. وهن من والريفيو بيبر هي الريفيو نفسها أصلا من نفس الجورنال من أوميكس كمان. فهن بيألفوا ريفيو بيساووا سايتيشن لكل حدا هن نشروا له بهذا الببلشر مشان شو يعني تخيل أنا جورنال بيدياتريكس كل مرة بياخد أي حدا ألف شغلة بالإنترنال وبالسيرجري بالجورنال بيساوي له سايتيشن وهكذا. فهذا اللي صار هي هي القصة كلها. فأنا ليش أنا شيكت السايتيشن لأنه كنت عم بسأل حالي كيف بيبر هيك سباق يعني أقول ما حد اشتلق عليها. رحت شوف السايتيشنز قول لازم أكيد الناس اللي سووا سايتيشن مسحين في الأرض. رحت سويت سايتيشن لقيت كل السايتيشنز فيك والسايتيشن الأخير من نفس الببليشنج جروب مشان يزيد السايتيشنز. قلت يعطيكم العافية. فالموضوع يعني موضوع ما له سهل. فهلأ اجينا على جواب سؤال محمد عربي كيف هذا الجورنال النشر. وهو بنجي للمصطلح البريدتري ببلشرز الناشرون المفترسون. صارت عشرة وعشرة الناشرون المفترسون حنخلص إن شاء الله أبدا يعني شيء باقي شيء طفيف جدا. فالناشرون المفترسون هدول هن بينشروا بيبرز من دون تحقيق علمي. فحيسكر هلأ علينا إن شاء الله ما بنطول أبدا أكثر من 10 دقائق. آسف جدا على الإطالة ولكن عم حاول اختصر قدر الاستطاعة لأن هذا موضوع جدا غزير. فعشر دقائق هلأ بس هنحكي كيف تكشف الناشرين الدجالين الناشرين المفترسين وتحذروا منهم وبس وبنودعكم لليلة هي. ماشي يلا نفتح اللينك مرة تانية بعد هي. طيب فكنا عم نحكي عن قصة البريداتوري ببلشرز الناشرين الدجالين كيف تمسكون. شو هلا الجورنالات العلميه شو تعريفها؟ هو وتبع شركه كذا مكان انا عملت جورنال بكون انا المحرر مثلا بتيجي جورنالات بتيجي اسف مقالات بتطلع عليها انا كمحرر الاديتور للجورنال وبنتقد نقد علمي وببعثها لي بيرز. شو يعني بيرز؟ يعني اقران. يعني اذا بيبر مثلا على مننجايتس ببعثها لدكاتره الامراض المعديه في الاردن ببعثها لناس من نفس هذا المستوى يلي بيتخصصوا بالمجال هذا لحتى ينتقدوها ويحكموا عليها كلجنه. شو لجنة البيرز الأقران بيشوفوا إذا هي صالحة للنشر إذا هي يعني stands up to scientific وأعتقد واصل الفكرة scientific standards ولا لا. إذا نعم ممكن ينتقدوا عليها يعلقوا عليها يحسنوها. طبعا كتير أحيانا بيصير تحسين وبيقولوا عدل هي وعدل هي وصحها هي وصحها هي. هذا الشيء already عم بيصير معي بالبيبر اللي هلأ عم بنشره. فكتير أحيانا بيلاقي لك عيوب أو بيلاقي لك خلينا نقول هفوات أو أخطاء أو شغلات ممكن تحسنها. بتطول هي العملية أسبوعين ثلاثة أربعة شهرين ثلاثة أربعة. البيبر اللي أنا ناشر مع أو مقدمه مع الدكتور إياد التميمي صار له من شهر ثلاثة فصار له حوالي شهرين ولساته. فبيصير عليها نقد علمي بعدين if it passes the standard بتنشر إذا لا it gets rejected. هاي الجورنالات المحترمة الطبية peer reviewed اللي هي تراجع من الأقران. أقران هدول independent parties دكاترة بيبعتلوا الإيميل بيقولوا لو سمحت راجع لنا إياها بس انتوا ان شاء الله بيوم من الايام تنشروا بصير توصلكم ايميلات هيك. طبعا حسب اذا تخصصك ولا تقبل او بترفض بس انه ما بيندفع لهم مصاري او هيك غالبا يعني. ف المهم فهلا البريديتري ببلشرز هن شو؟ عباره عن واحد بيفتح شركه بيفتح ويب سايت بيعمل لك بيقول لكم يا جماعه ادموا لي ادفعوا مصاري بنشركم ونحن بير ريفيورز نحن عنا وبنراجع لك علميا وكذا مع انه كله كذب لا في تحقيق علمي ولا في مراجعة ولا في تصحيح ولا في رفض ادفع مصاري بننشر لك. هاي خلاصة معي بدو عربي فهاي هلأ جوابا لسؤالك. طيب فكيف هلأ بتلقط هدول الدجالين؟ رقم واحد انك يكون عندك مخ يعني مخ ما في عنه غنى. نحن كيف لقينا انه البيبر هي سيء او كيف انا اصلا يعني اشتلقت عليها وطلعت كل الاخطاء هي؟ مو لانه فلان وفلان قال لي، مو لانه انا والله رحت دورت عليها ببمد وما لقيتها، مو انا قلت لكم الجلسه الماضيه انه جوجل سكولر نون سيلكتيف وببمد سيلكتيف. يس ببمد عنده هاي ليفل اوف ستاندردز للجورنالز ما بتقبل ناس لحتى يثبتوا او ما بتقبل جورنالات يعني لحتى يثبتوا نفسهم بمستوى معين يعني مينيمم ليفل اوف كواليتي لحتى يصير شو يصير لهم اندكسينج ببمد.
جوجل سكولر ليس هكذا. جوجل سكولر أي شيء له علاقة بالأكاديمية بصير بيدخل بالجوجل سكولر. ما يعني فهمت شلون؟ يعني تخيل في جامعة بتقبل كل الطلاب اللي بيقدموا عليها، هي جامعة يعني الإنسان ما بيتشرف إنه يكون فيها، أو ما بيقدر يفتخر يعني، ما هو شو الشطارة، ما فيها منافسة. فنفس الشيء جوجل سكولر، جوجل سكولر it's a nice tool بس it has no selectivity، ما فيه والله filtering. فممكن تلاقي عليه studies سيئة. البيبر هاي نحن ما لقيناها على PubMed، ليش؟ لأنه قلت لكم المرة الماضية ما كان في غير two PubMed indexed papers. طبعا الثالثة نزلت من جديد، هاي اللي ورجيتكم إياها على الإيميل قبل أسبوعين ثلاثة لما نزلت. أما البيبر هاي تبع الزين لقيناها على جوجل سكولر، ومو أنا اللي لقيتها، في إلى قبل 5 سنين يعني لما بلشنا البحث بسنة ثالثة لقيناها، ويعني ومشيت علينا، وما يعني أنا ما قريتها صراحة وقتها، هو اللي أراها. المهم أنه مشيت الأمور، ما حدا انتبه. بعدين أنا صرت أرى كل بيبر لحالة ولقيت الأخطاء هاي ويعني سجلتها. فهي جوجل سكولر it's not selective. فإذا التول الأولى أنك ما ينضحك عليك بأي ريسيرش خادع أو جورنال خادع، أنك ببساطة تنتقد نقد علمي لم تقرأه، ما تسلم مخك لحدا، أي بيبر أراها بالتفصيل. طبعا يارا مشكورة يعني علقت على اللي قدرت تلاقيه، بس كمان يعني هي سنة تانية ولسه ما عندها خبرة بالريسيرش، وهذا غرض الوركشوب. هاي غرض الوركشوب انه نعلمكم هاي السكيلز، هاي السكيلز ما بتجي من يوم واحد، وانا الحمد لله يعني مضى وقت كتير لحتى وصلت للمستوى هذا، وكمان قريت كتير بيبرز واطلعت على كتير شغلات. ف اسالك سؤال بس، انه قديش قعدت لحد ما انه صرت هيك، يعني انه انت تقرا ريسيرش وارتكلز لحد انه انت صرت زي هيك، انه انت مثلا خلاص مباشره بتطلع بتميز انه هذا الخطا وهذا الصح انه تعرف؟ لا صراحه ما فيني احكي فور شور، لانه انا اصلا الريسيرشز ذات ار هورابل قليلين جدا اللي مروا علي، يعني يمكن ما قريت هورابل ريسيرشز يمكن 4-5 بيبرز، وهدول كلياتهم مروا علي بعد سنه خامسه، فما فيني اعرف هل اذا مروا علي بسنه رابعه او ثالثه كنت لقطهم ولا لا. فيعني يعني كم نقرا كل يوم؟ انه مثلا لازم قديش نقرا مثلا عشان؟ لا مو نقرا كل يوم، انتوا اقراوا واحده بالاسبوع، واي بروميس يو يعني ان شاء الله يو ويل امبروف ا لوت. واحده بالاسبوع از ان اكسلنت نمبر. حلو. فا انيويز، فهي السكيلز اللي عم نحاول، انا عم حاول اعطيكم يعني لخص لكم اياها، اعطيكم اياها بطريقه اسرع. طبعا بالاخير ما في لايف هاك، بس انه نسرع العمليه. فبدال ما يعني الواحد يضيع باول ريسيرش بيعمله، على الاقل يبلش وهو يعني عنده خلينا نقول بيس يحط رجله عليها. فالشغله الاولى انك تقرا اني ريسيرش ريجاردلس من وين، من اي جورنال، يو اولويز ريد كيرفولي، يو ثينك كيرفولي اباوت ذا ميثودولوجي الداتا، شوف اذا الكلام واضح مو واضح، الميثودولوجي واضحه مو واضحه، شوف الجداول، شوف الارقام، does it make sense does it not make sense, take a look at the references. يعني فهي رقم واحد careful reading critical thinking ما في عنه بديل. بس هلأ بعد هيك بيجي الدايركتوريز أو الداتابيسز. الداتابيسز هدول يلي هن selective. جوجل سكولر مثل ما قلنا it's a nice tool, it is non-selective. كل الجورنالات فايتة بجوجل سكولر. في بعض الجورنالات، هلأ أنت مثلا نفتح Global Pediatric Health، هذا الجورنال أنا قدمت عليه ورفضنا، وكل المجلات عموما في زر بتضغطه في مكان بالصفحة بورجيك الاندكسينج تبعه، بيقول لك انه نحن اندكست بواحد اثنين ثلاثة. فجلوبال بيدياتيك هيلث تضغط عليه، مش كده عم يطول، جورنال انفو ابستراكتينج اند اندكسينج مثلا، بتروح لكو بيقول لك انه نحن موجودين بسكوبس، موجودين ببابميد، موجودين بكذا. حلو. فموجودين بسكوبس بجوجل سكولر، بس جوجل سكولر حقيقة ما في معنى انك يعني اوكي حاطينه حاطينه، بس حقيقة ما في معنى، لانه كل حدا بيحط بجوجل سكولر تمام، وهون بيقولوا لك احنا محطوطين بسكوبس ومحطوطين بغيره، محطوطين كمان ليكو ب اي اس سي اي دواج بروكويست باب ميد سنترال بي ام سي. حلو. هلا الشغله مهمه، يو كانت تراست للجورنال، الجورنالز الكذابين البريديتورز. طبعا انا ما هقعد احكي، في كتير شغلات بيعملوها بريدتري ببلشرز بيكسبوا فيها، يعني مو بس انه بيقولوا لك قدم عنا وهنا ما عندهم لجنه علميه او ما بيقدموا لبيرز، بيكسبوا، بيحطوا صور دكاتره بامريكا وهدول الدكاتره ما لهم علاقه، وكتير شغلات. افتحوا الويكيبيديا واقراوا، اقراوا عن بريدتري ببلشرز لحالكم. فمن الشغلات اللي بيعملوها بريدتري ببلشرز هدول، بيقول انه نحن محطوطين بسكوبس وببمد مع انه مو محطوطين. يا عربي يلي سال عن الشغله هي.
فبدك تتأكد بنفسك. هلا صراحة يعني الببلشرز محترمين مثل سيج وسبرينجر وكذا ما بيكسبوا، بس على كل حال انت دائما عود حالك انك تتأكد من كل شيء بعيونك، فبتروح على scopus.com. هلا ايه بلش من سكوبس، بما انه سكوبس سهل جدا، بتروح على scopus.com، بتروح على السورسز، عملية جدا سهلة ما حنطول عليها. فببساطة بتكتب اسم الجورنال، بتكتب طبعا بتغير هون هي بتختار التايتل، بتقول global، هذا اسم الجورنال هلا فتحناه بيدياتريك هيلث. شايف شلون؟ لقيناه مباشرة. فهذا هو بيقول لك انه ليك الجورنال موجود، وهذا الببلشر تبعه سيج، ببلشر معروف جدا من 2017 الى الان، وهذا مستوى بالاطفال، مستوى يعني بالبيدياتريكس 44%. تمام يا عربي ويا الباقيين؟ تمام. فهون عم تعرف الرانكينج تبعه، يعني هو شو يعني Q3. طبعا معلومة سريعة انه في شيء بيسموه الامباكت فاكتور. امباكت فاكتور بسرعة بقلكم شو هو، هو مقياس لشهرة الجورنال، مقياس لمستواه والبرستيج تبعه. هو عبارة عن كم عدد السايتيشنز يلي بتاخده بفترة من الزمن تقسيم عدد البيبرز يلي نشرت بهديك السنة. يعني مثلا هذا الجورنال نشر 100 بيبر ب 2020، وجاب ب 2020 جاب على البيبرز هدول جاب 300 سايتيشن، ف 300 تقسيم 100 بيبر 3، فبيصير الامباكت فاكتور تبعه 3، يعني on average 3 citations per paper. تمام؟ هذا on average. طبعا يعني مو يعني انه كل paper هناك تاخذ 3، في paper بتاخذ 0 0 0 1 0 2 3، وفي paper بتاخذ 200 citation، بس on average 3 لما تتقسم. فهذا هو السايت سكور، هو الامباكت فاكتور نفسه. فهون on average 1.5، فهي يعني مستوى لا بأس به، خلينا نقول من الجورنالات يعني، يعني هي بالنص تماما، يعني هي Q3 almost Q2 وهكذا. هو أهل مجرا. طبعا في other metrics ما بدنا نقعد نحكي فيها، بس هذا أهم شيء يعني، هذا السايت سكور. وهون المعلومات، وهون أحيانا بيعطيك لينك للجورنال بريحك، تضغط بوديك على الجورنال مباشرة بالسورس هوم بيج. وهون الـ ISSN اللي هي الرقم الرباعي، الأربعة أربعة يعني 8، الـ ISSN يعني هو الرقم الرمزي للجورنال. نفس الشيء يعني أحيانا إذا الكلمة صعبة أو الجورنال كلام يعني اسمه طويل، تنزل على الأخير أو بتدور على ISSN تبعه لك وبتلاقيه، بتسوي له كوبي، ونفس الشيء بتدور هون، يعني بالأخير كله نفس الشيء. بتروح بدل ما تكتب التايتل تختار شو الـ ISSN وبتسوي له بيست، نفس الشيء. تمام؟ تمام، وصلت. فهي الأسلوب الأول، يعني هي سكوبس جدا جدا مهم. باي ذا واي، نوت سريعة، إذا بدكم تنشروا، يعني حدا منكم بده ينشر بأوبن أكسس جورنال والجورنال بده ياخذ منه مصاري، طبعا بياخذوا مصاري كثير غالبا، يعني ألف دي بالالاف، يعني 1,000-3,000 دولار. ف الجامعه ما بتعوضك على المصاري هي الا اذا كانت اذا كان الجورنال موجود بسكوبس. تشترط عليك يعني انه الجورنال اللي انت، يعني انت هلا مثلا بدي انا انشر بجلوبال بيدياتريك هيلث وطلب مني 1,000 دولار، بيقولوا لي جامعه شو بتقلي؟ انت قدم وانشر وادفع المصاري من جيبتك، بعدين نحن بنشوف الوصل تبعك ورجينا اياه، نتاكد من المبلغ، واذا الجورنال موجود بسكوبس بنعوضك. هي ببساطه. بس بدي زيد معلومتين كمان، يعني شوفوا انا عم بعطيكم هيك بغزاره كتير بس مشان نخلص، لانه هي شغلات يعني ما حدا يقدر يحكي مكان تاني. ما يعني حسب مستوى الجورنال بيدفعوا لك مبلغ معين من المال، ما بيعطوك يعني، يعني مو كل شيء بتدفعه بيرجعوا لك اياه. يعني مثلا Q1 بيعطوك مثلا عليه 2,000 دولار، Q2 مثلا هيك، Q3 هيك، وهكذا. ففي مبلغ يعني، فبدك توازنها. هي الشغلات بيعرفوها الدكاترة أكثر مني، يعني مو حافظ الأرقام صراحة. هي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، المصاري بتنعطى لدكتور الجامعة مو لك، فبدك ايه يعني خلي بالك انه بدك تكون متفق مع الدكتور وهيك، يعني هو عادة الدكتور يعني هو بينظم هي الشغلات من عنده غالبا. طيب، فلازم يكون يعني اذا انت نشرت بيبر واسم الدكتور مو موجود عليها، الجامعة ما بتعوضك. تمام؟ فاحفظوا هذا الكلام. هلا دواج، هي سكوبس شرحناها معنا يا جماعه، نفس الشيء يعني حكي هذا جدا سريع ان شاء الله قربنا نخلص. دواج نفس الشيء، دواج هي دايركتوري اوف اوبن اكسس جورنالز. سكوبس
طبعا انا قلت لكم من قبل انه في مجلات ببلاش ومجلات بدك تدفع عشان تشوفها، يعني ببلاش التيبر بتكون مباشره بتلاقيها، وفي مجلات بتكون لوكت وبدك اما تدفع او تستعمل مواقع هذيك القرصنه مشان تفتح. هذيك الاول والثاني كله موجود على سكوبس. يا اسيل ويا ياسمين، مين ياسمين كان مين حاضرين معنا ما بعرف، ف هذول كله موجود على سكوبس. المهم انه شو يعني سكوبس طالما يعني تستوفي الشروط العلميه وكذا بتفوت، ما بتشترط انه تكون اوبن اكسس ولا كلوزد اكسس. دوج الدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنلز بتفوت، هي يعني مثل الهيئه لتوثيق الجورنالات المفتوحه المجانيه، يلي هي شو يلي هي بتقرا منها بالمجان. طيب ف جلوبال بيدياتريك هيلث مثلا نفس الشيء، بتكتبوا الاسم وبتلاقوا البيبر. فالفكره انه اللي بدي اوصلكم اياها انه اذا مثلا تعال اكتب اسم الجورنال هذاك اللي قرينا منه البيبر اللي هو شو ابيديميولوجي، ابيديميولوجي نقطتين فوق بعض صح، مين اللي قرا بيبر يارا، اوبن اكسس صح، هيك كان اسم الجورنال. دور دكتور هل هذا الجورنال موجود؟ مو موجود. لا ف سكوبس كمان دوروا عليه ما حتلاقوا بسكوبس ولا بدوج. هلا فهذا عيب، اذا جورنال مو موجود بالدوج وهو اوبن اكسس هي يعني ريد فلاج انه هذا جورنال بريداتوري، احذر منه. هلا ممكن انت تدور على جورنال كلوزد اكسس، ما تجي مثلا whatever جورنال مثلا اسمه Annals of Surgery، هذا من احسن الجورنالات بالعالم بالسيرجري، بس تعال دور عليهم ما حتلاقيه. ليش؟ لانه الجورنال مو اوبن اكسس، ما يعني ما له علاقه بالموقع هذا، فهمني علي؟ فهذا فقط يعني الجورنال بيفلج الجورنالات الاوبن اكسس الشغلات اللي بتجنيها طبعا صح. لانه على فكره ات ميك سنس، اذا جورنال ما بياخذ منك مصاري مشان تنشري فيه والبيبرز تبعه عليها قفل عليها لوك، واي وود ذس جورنال بي بريداتوري؟ ما هو ما بياخذ منك مصاري مشان ينصب عليك، فهمتي علي؟ يس يس يس. فهو هدف شو للتوثيق الجورنالات الاوبن اكسس. فهذا الموقع الثاني doj.org وscopus.com والموقع الاخير PubMed. هذول الثلاث مواقع احرصوا على انه الجورنالات تبعكم يكونوا موجودين عليهم. فPubMed كيف فيك تتاكد انه الجورنال موجود على PubMed؟ ببساطه يعني بتروح مثلا مو قلنا مثلا جلوبال بيدياتريك هيلث، بتجيب اي بيبر تبع الزين. هلا مثلا الزين لما فتحناها بتتذكري وينه، هل لقيتوا لينك عليها لPubMed؟ لكم في تو فيرجنز، الفيرجن الاولى من الموقع الجورنال نفسه ابيديميولوجي اوبن اكسس، والموقع الثاني والموقع الثاني كمان نفس الموقع بس من كاب دايركت. بس هل لقيتوا لينك لPubMed؟ ما في. فانت ببساطه اذا بدك تعرف هذا الجورنال موجود بPubMed بتروح على الأرشيف مثلا تبعه، بتختار آخر 15 بيبرز نشروا قبل كم شهر، لأنه مثل ما قلت لكم بدها كم أسبوع أو يعني شهر زمان شهرين لحتى تنزل على PubMed. فأنت مثلا بتروح هذا الجورنال ليك وبتقول له براوز all articles، بنروح مثلا على البيبرز اللي نشروا بأول 2022 أو نهاية 2011. طيب يعني بنعطيه مسافة أمان whatever البيبرز الريسنت، وبنشوف بس بنفتح واحد منهم. هذا مثلا منشور ب 5/2022 فبنفتح وبس بنضغط زر جوجل سكولر. يعني هي اسهل طريقه، مع انه مو هي الطريقه الصح او الدقيقه 100%، بس ليكو ببساطه. فهون في لينك للباب ميد، شايفين شلون للان سي بي اي ليكا. فهذا يعني انه هذا الجورنال موجود بباب ميد. في شيء ثاني ببساطه، بتروح على جوجل بتكتبه PubMed indexed journals وبتفتحوا هي القائمة. هذا كله شو نحن لحتى نتوثق انه الجورنال هذا جورنال موجود بالدايركتوريز المحترمة هي. طبعا هذا الشيء على فكرة مو مهم فقط مشان انت تكشف الجورنالز الدجالين، مشان انت ما تنشر يعني بكرة ان شاء الله لما تدوروا على جورنال للبيبر تبعكم ما تنشروا بواحد مثل هذه الجورنالات الدجالين بالغلط، ماشي؟ لأنه بكرة مثلا تيجي بتقدم على شغل، بتقدم على كذا على تخصص،
ما بيعترفوا بالبيبر هاي على السي في تبعك، مفهوم؟ يعني انت مثلا قدمت على الجامعة الأردنية، نشرت بجورنال مثل هذا وحطيت على السي في تبعك، قلت لهم يلا بدي فوت انا اتخصص مثلا باطني، ولكن انا مثلا نشرت بحث كذا كذا، بيفتحوا بيقول لك الجورنال هذا مو موجود لا على سكوبس ولا على كذا ولا على كذا، بيقول لك مع السلامة، البيبر تبعك هي ولا كأنه موجودة. طيب دكتور ممكن تسحب البيبر؟ يعني بيصير في حال نعم، ولكن جدا صعب. هي شغلة من مصايب البريدتري ببلشرز، حقيرين، بفوتك بستين متاهة، وما يعني وبيقول لك يمكن بدك تدفع مشان يعني everything they do is for money، يعني ما عندهم مصداقية علمية ولا أخلاق ولا شيء. فوت على ويكيبيديا ومثل ما قلت لك أوميكس هذا وقرأ عنهم، هدول يعني معروفين معروفين، كل حدا بيعرف ان الصابين كبار ما بيستحوا. وشوف كيف يعني الرئيس الشركة كيف بيدافع عن حاله، بتعرف شو بيقول؟ بيقول كل حدا بينتقدنا وبينتقد، طبعا معروف كل البيبرز تبعهم سيئة كلياتهم هيك واغلبهم يعني لو كواليتي ومصايب نفس الشيء. بتعرف شو بيدافع عن حاله؟ بيقول لك امريكا وما بعرف مين وببمد وسكوبس ودواج وهدول بيهاجمونا او مو مدخلين بالقائمات تبعهم، لانه نحن عم نهدد الصرح العلمي تبعهم وعم ننهض ببلدنا. هذا الأمكس من الهند، فعم بيقول لك انه نحن الهند بلدنا عم تنهضوا عن كذا وعم ننشر ابحاث وهيك، فانتوا حاقدين علينا. ثقه. ما بمزح معك، هيك هيك يعني وقاحه من كل اعله، من كل في مؤامره كونيه ضد أمكس خصنص. فالاسلوب الثاني انه تلاقوا الجنرال ببابمد، ببساطه بتروح على الجوجل مثل ما قلنا هون، بتفتحوا هذا اول لينك وبتضغطوا القائمة هي هون شايفين هاي، بتضغطوا على هذا اللينك بيفتح لك القائمة، قائمة طويلة عريضة كتير ضخمة، فأنت بتساوي كنترول F تكتب اسم الجورنال بس بدقة، طبعا ما بتغلط بحرف، Global Pediatric Health لك ولا أنا، شايف شلون؟ ونفس الشيء فيك تدور بال ISSN بالرقم هذا الثماني ولا الأربعة أربعة الرقم الرمزي، وهكذا. هذول الأسلوبين. فتأكد وتيقن دائما انه صراحة اهم شيء PubMed وسكوبس، يعني هو طبعا يا حبذا يكون موجود بالكلات، بس اهم شيء PubMed وسكوبس، يعني يمكن دوج كمان بس I think PubMed وسكوبس فعلا. يعني اذا انت بيبر تبعك مو PubMed اقرأ عليها السلام. هلا صراحة حرام ما بنظلم الناس، في ناس بينشروا ب يعني في كتير اسباب واحد ينشر بجرنالات سيئة مثل هداك، ممكن هو يعني هلا الزين هذا ممكن فيه هو مثلا بيجنر يمكن ما بيعرف، يمكن نضحك عليه. وانا رفيقي على فكره هيك، رفيقي مسكين عمل بيبر ودكتوره قدم بحث لمجله باكستانيه، ما بعرف ليش انا هيك فهمي انه هو بده يدعم بلده، فقدم البحث، هو دكتور باكستاني بالامارات، قدم البحث لمجله باكستانيه يعني مشان يعطيهم يعني برستيج ويدعم بلده والحكي هذا الفاضي. ف والجورنال كان يعني مو انه بريدتري، مشهور بانه بريدتري، ولكن نو نيم جورنال، ما حدا بيعرفه، جورنال مسخره يعني. فللاسف هذا كان شيء سيء. فمن الاسباب انه انسان مبتدئ ما بيعرف، نضحك عليه. ومن الاسباب الثانيه انه هو انسان قدم على جورنالات محترمه وما حدا قبله، فبصير يقدم على الشغلات السيئه، عرفتوا كيف؟ بس مشان شو يسلك اموره. فهلا هذا اللي ناشر هذا الزين اللي ناشر بيبر، يعني ما he's not a beginner، يعني he's a senior community medicine specialist ودائرة ما بعرف شو الأمراض المعدية بوزارة الصحة. فأنا ما بعرف يعني أنا هذا الإنسان جلط، ما بعرف يعني فعلا ما بعرف شو كان عم بيصير جوا مخه. على كل حال أنا بعثت له إيميل وما رد علي، بعثت له إيميل وأعطاني إرر. فاي ثينك يعني ذا هول ستدي واز فيك بصراحه، انا هيك رايي، يعني ذس از ا بوسيبيليتي، خلينا نقول احتمال هيك، وفي كتير مؤشرات صراحه، او على الاقل جزء منه كبير كان فيك. يعني انا مو مصدق، او كتير ناس ما حيصدقوا، انا ورفقاتي كلياتنا شغالين بالبحث، ما حدا منا مصدق انه في بروسبكتيف ستدي 14 سنه عندنا بالاردن. ما يعني نحن هاي الشغلات ما بتلاقيها قليل، ما شفت يعني ما فيها العزيمه، ما فيها البلانينج. ف 14 سنه، طب ليش ما جمعت الداتا خلال كل السنوات؟ ليش جمعت بس 2000؟ مثل ما قالت مين اللي علق اسيل يمكن انه 2001 و2014 هي كلها شغلات فيري سسبيشس. فهي هون عم نحكي عن شغلات يعني لو بدي احكي بسبجكتيف بنفوت بمتاهه ثانيه. المهم فحكينا عن سكوبس وعن بابد وعن دواج، لازم يعني احرصوا على انه يكون موجود بكل القائمات هي.
أحسن لكم. أخيرا وليس آخرا، آخر موقع بيسموه بيلز ليست، هذا عكس المواقع اللي قبله. يا عربي ويا جميع الحاضرين، يا عربي ويا دارة ويا سارة و... وشمس أوكي وزيد. فبيلز ليست هي قائمة سوداء، هاي بتحط أسماء الببلشرز اللي مشهورين بالفضايح من الآخر. هذا بيل، بيل هو جيفري بيل، هو متخصص أو يعني دكتور مكتبات، يعني ما بعرف شو هو شغلته المدعي الساينتفك ببلشنج، وشغال كان عند مكتبة مشهورة يعني طبية وواحدة من الجامعات أو هيك. المهم عمل القائمة هاي مشان يحمي الناس، مشان يحذرهم من الجرنالات النصابين، فسماها البيلز ليست على اسمه الأخير جيفري بيل. فعمل القائمة وحط عليها الأسماء وحط عليها الناس اللي عندهم مشاكل، اللي عليهم علامات استفهام كبيرة في سمعتهم العلمية. فدوروا هلأ على أوبن شو اسمه، شو كان اسم الجورنال؟ إبيديميولوجي أوبن أكسس. أوبن أكسس ما حتلاقوه. ليش؟ لأنه هذا اسم الجورنال، نحن بدنا اسم ببلشر. أوميكس كانت كأن أوميكس صح أوميكس. ولا لا انترناشنال هو اسم هاي جروب أوميكس انترناشنال. فليكا مو بس موجودة على القائمة، هي رئيسة القائمة الأوميكس ببلشنج جروب. هلأ ليش الجفري بيل هذا دوت نت وصار عليه مشكلة ومكتوب، يعني ما بتذكر وين كان مكتوب. عليكم. This is an archived version of Beale's list, a list of potential predatory publishers created by librarian Jeffrey Beal. We will only update links and add notes. هاي archived version مو live version. ليش؟ لأنه العبد الفقير جيفري بيل لما صنع الليست هاي وفضح الدجالين، إجا مين يلي عم تنقطع أرزاقهم؟ مين؟ أوميكس. أوميكس أوميكس نفسهم، لأنه هن رأس الفتنة، هن من أكبر البريدتري ببلشرز يلي هو كان عم يحكي عنهم. فإجا هذا، إجوا أوميكس ورفعوا عليه قضية عالمية، قالوا أنت عم تشهر في نفس حكي التشهير وكذا، وأنت سمعتنا وما سمعتنا، ونحن سمعتنا مشهورة بأنها سمعة عطرة والحكي هذا. فقالوا له أنت عم تشهر فينا من دون كذا كذا كذا، رفعوا عليه قضية. ما بتذكر بعدين فازوا ما فازوا، المهم أنه صارت قصة. فبالأخير يعني جيفري بيل يعني صار عنده مشاكل، فصارت أركايفت وبطلت لايف I think. فليكو فمحطوطة قائمة أوميكس، وأقرأوا بالويكيبيديا عن القصة اللي صارت. في صار شغلة تانية بالعكس كمان، أمريكا قاضت أوميكس $50 مليون بسبب نصبهم واحتيالهم، وفازوا بالقضية. فالمهم يعني، فأنت تأكد أنه الببلشر تبعك، يعني مثلا تعالوا نكتب سيج، شوفوا شلون، ما حتلاقوا هذا. تك أوبن، إن تك أوبن هذا ببلشر أو جورنال اسمه whatever تك أوبن، بس بعدين شو اشترته سيج، يعني هو جورنال أو ببلشر بعدين شو سيج استولت عليه، فهو ليس تابعا لها أساسا لما دخل. ماشي. فليكو any newer issues of these journals should not be considered predatory. ليش؟ لأنه سيج ليس داخلا. تعالوا ندور على القائمة الثانية، ما في هون ساجيا، ما في سيج، شايفين شلون. نكتب سبرينجر، ما حتلاقوا هذا، مين سبرينجر شخص ثاني أو فهكذا. فخلصنا نحن، بس هي آخر كلمتين. فالفكرة أنه هاي الليست جدا جدا قيمة. كيف فينا نسوي stop sharing؟ stop share بعدين spotlight for everyone. طيب فالفكرة أنه هذول الثلاث قوائم PubMed سكوبس ودواج مهمين. دواج مثل ما قلت لكم فقط للأوبن أكسس، أما إذا كلوزد عادي مو لازم، يعني ما حيكون هناك طبعا. وبيلز ليست ما يعني احرصوا كمان، يعني خصوصا انتوا دائما دوروا على الببلشرز هذول ببيلز ليست. لما تكون مبتدئ خصوصا ما بتعرف، لما تكون مبتدئ وما بتعرف الجرنالات وما بتعرف الهيئة العلمية وما بتعرف مين الصالح من الطالح ومو متعود تقرأ كتير ريسيرشات، فمهم لك انه يعني دور ببيلز ليست. بس عموما بالاخير مثل ما قلت لكم، الاساس انك تنتقد شيء نقد علمي، تقرأ المحتوى، ما تقول لي والله البيبر هي انا روح افتح سكوبس طالما موجوده بسكوبس كلامهم صح. لا، ليش يا عربي؟ لانه فرونتيرز موجوده بسكوبس وسبرينجر موجوده بسكوبس وهدول الجورنالات، بس مع ذلك اخطاوا. شفتوا السيتيشنز اخطاء، مزبوط.
فحتى الجورنالات المحترمة بصير فيها أخطاء. فكون الجورنال هذا يعني ليش فات بسكوبس؟ مو لأنه معصوم، فات لأنه أثبت للعالم ومعروف عنه بسمعته أنه هو فعلا هو عنده لجنة علمية دائما بيبعت للتحقيق، بيبعت للمراجعات الزملاء وبيصححوا وبينشروا بعد أن يستوفي شروط كواليتي معينة. هذا لا يعني أنه دائما كل خطأ بكل بيبر بينشر بينلقط، هذا لا يعني أنه كل بيبر بالجورنال هذا هي بيبر صح وحلوة وكلامه صح، ليس هذا المعنى. المعنى أنه هن عنده مستوى معين من الكواليتي، بس بالأخير أنت مخك يعني ما لك غنى عنه. تمام يا جماعة؟ ونفس الشيء بيلز ليست. هلأ دائما في احتمال للخطأ، بيلز ليست ممكن يفوت فيها جورنالات مرتبين ومحترمين وبالغلط بيل يحكم عليهم أنه هن بريدتري، وصارت. من أشهرهم فرونتيرز، فأحيانا بيصير في أخطاء. فرونتيرز يعني فوتهم بيل، اعتبرهم بريدتري، مع أنه صراحة الهيئة العلمية والدكاترة بيحترموا فرونتيرز. يعني أنا البيبر على فكرة اللي حاليا نحن مقدمينها للنشر موجودة بفرونتيرز، والله ما فيكن لو بدي هلا أقعد أحكي، مسحوا فينا يعني 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 كتير عزبونا، ما هو المسح بس عن جد عزبونا كتير بالريفيو. دكاترة يعني قارين البيبر مفصفصينا فصفصة، وعلى الدقرة موقفيننا، وخلونا نقدم أكتر من 4-5 مراجعات ولقوا فيها أخطاء، والحمد لله البيبر تحسنت كتير بعد هيك. المهم معروف يعني في جنرالات إلى سمعة. أحيانا يعني مثل ما تقولون الداتا بيسز هاي أو المواقع هاي ليست وحيا منزلا، ليست هي المعيار لأي شيء، هي فقط شو مجرد جايد لاين لك يساعدك، ومجرد يعني كمان للسمعة. لما أنت بدك تنشر، انشر بمكان له سمعة منيحة وموجود ببوب ميد. ليش؟ لأنه يعني أنا مثلا يعني في معروف ببريطانيا بيكتبوا بيشترطوا أنه نحن بدنا يكون إذا بدك تقدم شيء يكون موجود ببوب ميد وهكذا. فدائما لما بدك تنشر بأي مكان احرص على أنه موجود بالقائمات هاي. بيل صراحة مو كتير يعني، خصوصا إذا جورنال عليه كونتروفيرسي مثل فرونتيرز له سمعة لا بأس بها، مو مشكلة. بس أهم شيء شو الشغلات هي وببمد. أما لما تقرأ أي بيبر بغض النظر موجود ببمد أو سكوبس أو مو موجود، مو مهم. القضية بدها انتقاد علمي، وياما جورنالات توب حتى مثل اللانست تتذكروا أوريدي حكينا عنها الدرس الماضي، نشروا بيبرز وطلع فيها أخطاء وسحبوها بعد سنين. فالقضية قضية انتقاد علمي، فما بتقلي ما يعني الواحد ما بيدافع عن بيبر يقول لا والله النشر بالجورنال معناته صح، لا، بيصير فيه أخطاء، بيصير فيه نصب. وانت كريسيرشر وظيفتك انه انت to do your own homework وto make your own judgments. تمام، خلصنا حكي، يعطيكم العافية جدا، آسفين جدا على الإطالة، ولكن ان شاء الله كانت يعني الجلسة هاي السيشن هاي كانت مثرية، ان شاء الله كانت مفيدة. ما كان فيها حشوف، فعلا كل شيء لنا كان مهم، ويعني حاولت اختصر هذا كله حكينا عن بيبر واحدة. ان شاء الله حكينا الجلسات الجاية عن باقي البيبرز ما حيكون فيه هالإطالة. ليش؟ لأنه هاي البيبر هي أسوأ واحدة. والشغلة الثانية أنه شرحنا الهيدلاينز، ما حنعيدها بالجلسة الجاية. الجلسة الجاية حننتقد عن كل بيبر يعني انتقادات سريعة، وحنمشي أسرع. ماشي، يعطيكم العافية، نراكم إن شاء الله يوم الأربعاء، ومع السلامة. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور.